قصة اليوم منتشرة وحبيت أني أنا أرويها لكم. تقول صاحبة القصة: أنا جواهر، في بداية قصتي كان عمري 24 سنة، يعني بالضبط قبل سنتين. أنا بنت من أم وأب منفصلين، وأم حاربت وسوت المستحيل عشان تخليني أعيش حياة الأميرات، سواء من ناحية نفسية أو مادية، أي شيء يطري على بالكم. درستني بأحسن المدارس، تب الجامعة لما ما انقبلت بالتخصص اللي أنا أبغاه أخذت ملفي ودتني الجامعة أهلية وقالت لي اختاري التخصص اللي يعجبك. قلت لها: أمي 15,000 بالترم، كيف بتدفعين يعني بالسنة فوق 30,000 مع الصيفي؟ قالت لي: أجل تبغين تجلسين بدون دراسة؟ لا، بسوي المستحيل ولا تجلسين كذا. طبعا أمي مدرسة، اخترت التخصص اللي أبغاه وبديت أدرس له بلهفة، وإني بلحق على عمري اللي بعمري باقي لهم سنتين ويتخرجون وأنا دوبي أبدأ. بحكم إني دخلت تخصص علمي وضاعت سنتين من عمري أحوس فيه، صار كل هم مني أدرس وأخذ الشهادة وأصير زي أمي، سند لعيالي، وبس أبغى أتخرج وأفرح أمي اللي تدفع دم قلبها عشان شهادتي. والحمد لله بعد سنوات من الحوسة بالجامعات تخرجت مع مرتبة الشرف الأولى، وبحكم أني أكبر أخواتي كانت فرحة أمي لي غير. آخر اختبار اختبرته قلت لأمي: تكفاني أمي، ما أبغى أرجع البيت بعد الاختبار، بروح كافيه وبجلس أدور وبنبسط وبسوي كل شيء قبل ما أرجع البيت. حولت لي فلوس وقالت: روحي بس لا تتأخرين. وفعلا خلصت اختبار على الساعة 10 وطلعت مع صحباتي، رحنا نفطر وننبسط، وما جاء في بالي ان امي ممكن يكون بالها معايا، توقعت انها نايمة. يوم رجعت البيت على الساعة 1 الظهر دخلت الصالة اللي اشوف امي واختي اللي اصغر مني جالسين ينتظروني، ويا ربي الشعور، امي من الصباح ما نامت جالسة بس تنتظرني ارجع وتحضني وتبوس راسي وابوس راسها واخواتي يحضنوني. كان فعلا انجاز لاني تعبت لما اخذت الشهادة. قبل ما أتخرج بسنة هنا بدت السالفة، كنت محملة أحد البرامج، وهذا البرنامج أنا ما أعرف له كثير، كنت أتفرج وأصور أي شيء قدامي وأعلق. ووقتها كنا نجهز لزواج بنت خالتي، ومن مول المول نشتري ونجهز وناخذ فساتين ونرجع. صورت صورة لعيوني بالنقاب ونزلتها وقلت: دامني في هذه المدينة ما حد بيعرف، لأن الظاهر البرنامج هذا لما ترسلين يجي على حسب المدينة اللي أنت فيها. المهم نزلت الصورة هذه، قلت بشوف إيش يقولون، وشي بنفسي ودي أجربه. نزلت الصورة اللي قلت لكم عليها وجاء عليها فوق 27 رد، وأنا أشوف منبهرة منهم، أحد يقول عيون عجوزة، واحد يقول يلبي، واحد يقول حطي كحول، واللي يحط سنابة، واللي يمدح، واللي يذم. يوم جيت أبغى أحذف البرنامج هذا بحكم أني ما أقدر أرد عليهم أصلاً، ولا أني راعية شباب ولا أعرف أتعامل معاهم، وجيت خلاص أبغى أحذف إلا في تعليق جاء، كان كاتب أجمل عيون أو شيء زي كذا، وقال معاها أبغى سنابك، وكثير قالوا أبغى سنابك، لكن أنا ما أدري ليش اخترته هو هذا بالذات. فكرت قلت خليني أضيف أحد عندي، بس ترددت، قلت أخواني خوالي أهلي كلهم يمه ليكون يقرب لنا. طبعا أنا مالي قرابة قوية بالمدينة اللي كنت فيها، بس كان كل خوفي دائما أهلي ومعارفي. قررت خلاص إني أسوي سناب جديد وأضيفه، لكن للأسف أنا ما أعرف أسوي إيميل جديد، وسألت صاحبتي وأعطتني سناب لها مهمل وكان عندها من سنين وقالت عادي خذي، وبالعكس فرحت لي لأنها تعرف إن ما عمري أديت أحد وجه. وكانوا دائما صحباتي يقولوا لي: كلمي جربي، وكنت رافض الفكرة، مو استشراف أو أدب زايد، لا والله، لكن ربي ما أعطاني حب لهفة لهذه الأشياء ولا يشدني أي رجال ولا أحب أتدخل بأمورهم. المهم أخذت السناب من صحبتي وعطيته اليوزر وضافني ويبدأ يسولف ويعرف عن نفسه، وكان متوتر، ما أدري ما عجبني، ما دخل راسي سواليف وكان واحد طفل أو مدرعم، ما أدري كيف أوصف لكم، لكن كان ممل وما شدني أبدا. كنت أدخل السناب هذا أرد عليه ونسولف نص ساعة، وفجأة كذا طولنا براسي أطلع وأسحب عليه 2 3 حتى مو سحبة أنساه، وإذا تذكرته دخلت السناب أكمل سواليف وأتعذر إني نايمة ولا النت مو كويس. المهم يوم ورا يوم بعدين قلت لازم أحذفه هذا، بس قلت خليني أصبر عليه شوية، وقلت له بحكم إنك شفت عيوني وريني عيونك، ويرسل صورة مغطي كل شيء ومخلي عيونه بس. جلست أفكر إيش يحس فيه هذا، يعني رجال أنت وإيش تغطي يعني، كنت متوقع انه يرسلها كاملة صورة كاملة. المهم اني ما قدرت اجامله، قلت انه واضح مملوح، وكملت السالفة عادي ونمت وهو نام. وقتها كانت ليلة عيد الأضحى، وأنا من سطح بنام فجأة جاني شوك أو فراغ، ما أدري إيش ذا الشعور بالضبط، ما أعرف بالضبط. فتحت السناب ورسلت له: خالد صاحي؟ ما رد، كان نايم. انقهرت واستغربت من نفسي، يعني هو دايما اللي لاحق يبغاني أسالف وأنا اللي أتهرب، إيش اللي تغير؟ المهم يوم صارت ليلة العيد كنت باستراحة مع أهلي، نطلع لها كل ليلة عيد، كانوا متجمعين الأهل كلهم، خوالي وما خوالي الكل كذا بدون أي مقدمات. قلت له: خالد عادي أضيفك بسنابي الخاص؟ قال: إيوه، وأنا كمان بضيفك بسناب أهلي. اللي جذبني فيه طهارة قلبه، براءته،
كلامه ما في قلة حياة ولا استهتار، كان مؤدب وخلوق والأبعد درجة. صح أنه ما عجبني كثير، لكني كنت بفترة أمر بحالة عاطفية أو ما أدري إيش تسمى، بس أني كنت أبغى شيء يكون خاص فيني. بختصر لكم أشياء كثير، وأنتقل لبعد سنة من هذا الموقف. حبينا بعض، عشقت عشق يمكن أكثر من روحي، عطاني حب بحياتي ما تخيلت أنه ممكن يجيني، كان يستاهل أني أعطيه قلبي، ولو يبغى روحي ما ترددت. كنت فاقدة إيش يعني أبو بحياتي، كنت فاقدة اللي يدور رضاي، يدور فرحتي، يدور سعادتي. تعرفون بآخر ترم لي رفضوا يدوني وثيقتي تبع تخرج من الجامعة، لأن علي رسوم سابقة تقريبا 16,000، وكان أمي معاها 6,000 بس، وقالت لي اصبر يا بنتي بس يزين الحال وأدفعها، لأن أمي خضعت العمليتين وتقاعدت وتعبت. لما انقلبتها براسي وإني أبغى وثيقتي، جاء في بالي هو، وعلى طول رحت كلمته، قلت له خالد أبغى 10,000. قال تستهبلين؟ قلت لا والله. قال أبشري. قلت صدق؟ قال والله أبشري، بس ليش؟ قلت له الكذا وكذا. والله ما مر أسبوع إلا والمبلغ عندي، وحتى لما يكون في بالي شيء وبس أوريه يجيبه لي على طول. لو أزعل يراضيني بأي شيء، لو أحتاج شيء يجيبه. يعني باختصار كان لي عوض من الله عن كل مر ذقته بحياتي، ومواقفه معايا ما تنعد. حتى لما أمي تعبت وقف معايا ويسألني لو علاجها غالي، يقول اسحبي من بطاقتي، للعلم أن بطاقة الصراف تبعه بجوالي، وعمره ما حاسبني على ولا ريال. كان يهديني كل شيء أحبه، وكنت أهديه كل شيء أحبه أنا. مرت الأيام والسعادة مالية حياتي بوجوده، لكن كل ليلة كنت أنام ودموعي على خدي، كنت خايفة يجي يوم ويفرقنا، بحكم أن بيك الفترة كنت عارفة أن فراقنا راح يكون أكيد. بأول شهر من إضافتي له، لما بدأنا نتعمق اكتشفنا أنه هو قبيلي وأنا غير قبيلية. قالها لي بالصريح، جواهر أنا ما أبغى أكذب عليك وأستغلك، تدرين أن طريقنا مسدود، وغالبا اللي يخوضون حروب بهذه الأشياء يخسرون، ويخسرون أشياء كثير. كان رديت عليه وأنا بكامل ثقتي، ولأني أدري عن العادات اللي موجودة عندنا وأدري أن شيء مو بيده، قلت له أسمع، إذا حنا مو لبعض وعرفنا هذا الشيء من البداية، ليه نكمل؟ ليش نشقى طريقنا مسدود؟ خلاص كل واحد يروح بحاله، والوجه من الوجه أبيض. قال لي كبرت بعيني وإنتي إنسانة ناضجة، وا وا وا. للأمانة أنا كنت في بداية إعجابي فيه، ولكني حبيت نفسي أكثر. أنا تعبت في حياتي وفي طفولتي أمور أكبر من عمري بكثير، فمو ناقصة نكد وفراق وحزن. قلت له خلاص يا خالد، بعد أسبوع زي هذا اليوم نفترق. قال تم، ونكمل أسبوع وحنا فينا غصة. وللأمانة كنت أقوى منه بكثير، لأني واجهت أمور أكبر من كذا وأصعب من كذا، وكنت شارية راحة بالي وقلت هذه غلطة، وخيرا راح وخيرا بقى. بعد أسبوع يوم جاء اليوم المحدد، خالد ما كان له حس، أرسل مرة وثنتين وثلاث، الرجال ما يرد، وبعد 3 ساعات رد. قلت وينك؟ قال صاحي بس مالي خلق شيء ومتضايق. قلت مو أنا وعدتك إن حتى لو آخر يوم بيجمعنا في بعض بغاك تفارقني وأنت مبتسم؟ قال إلا. قلت طب فين الاتفاق؟ الآدمي متضايق وكأنه متمسك فيني لآخر نفس. قلت له أسمع، أنت ليش قاعد تضايق الآن؟ أنت اللي قايل لنا طريقنا مسدود، تبغى تتعب نفسك ليه؟ خلاص خلينا نرضى باللي كتبه ربي لنا. وأقتنع بكلامي، كان مرة متضايق وما هان علي إني أتركه. قلت له أسمع يا خالد، دامك تبغاني للدرجة هذه وأنا أول مرة أتقبل أحد وأدخله حياتي، عندي لك شيء. قل لي إيش؟ قلت شفت البحر؟ خلينا أنا وياك نصير بوسطه، ونخلي الموج اللي هو القدر يحدد مصيرنا أنا وياك. إن كان ربي بيجمعنا هي خيرة من ربي، إن كان ربي بيفرقنا برضو خيرة من ربي. ليش نسبق الأحداث ونقرر أن طريقنا مسدود؟ قال صح صح عليك، خلاص خلينا كذا، واللي كاتبه ربي بنرضى فيه. كملنا أنا وهو قرابة السنة بدون شك، بدون سب، بدون زعل، بدون هوشات. كنا مقتنعين أن هذا الشيء اللي قاعد يصير بيننا شيء ما رح يتكرر، وحسينا أن ما في حب مثل حبنا. بعد ما عدت السنة هذه قام يناديني بيا زوجتي زوجتي، وقلبي كان يقرصني، ما كنت أبغى يناديني بهذا الاسم، حتى ولو كانت أمنية كانت ثقيلة على قلبي، لأني عارفة أن نهايتها بتكون صعبة. يوم من الأيام قال لي جواهر، الآن ما في شيء مستحيل صح ولا لا؟ قلت صح. قال ليه أجل مستحيل أتزوجك؟ قلت لأن أهلنا ما يرضون. قال طيب وإذا أهلنا ما يرضون إيش دخلهم فينا؟ أنا رجال وكبير، وأنا اللي بقرر بعيش مع مين، دام لا حرام ولا جهنم. طيب قال خلينا نتزوج. قلت كيف؟ قال ما أدري فكري معي، مو بس أنا، أنت عمرك ما جبتي طاري الزواج ولا تأخذين الموضوع بجدية، واو. وقلب علي وصار هاوشني. قلت اسمع يا خالد، موضوع الزواج هذا بيدك مو بيدي. ثاني شيء حتى لو كنت أحبك وأموت فيك وأعشك، مستحيل أجي يوم من الأيام أقولك تعال اخطبني أو ألمحلك أو أترجاك حتى. قال ليش؟
قلت الله خلقني كذا مو معناته اني ما ابغاك زوج لي، لا بالعكس امنية حياتي تكون زوجي، لكن عمري ما راح اجيك واقول لك تعال وادخل بيتنا وخطبني. اعتبرها عزة نفس، اعتبرها هباء، اللي تبغى تفكر فيه فكر فيه. قال طيب انا ابغاك. قلت له وانا ابغاك؟ قال انت مو تبغين تسافرين وتروحين وتجين وما ادري ايش. قلت له ايوه. قال انا بحط لك بيت وسوق وعامله وسافري مع صحباتك وسوي اللي تبغينه. قلت له ايوه. قام عصب، قال شفت انك ما تبغيني وانت تعقدين الامور. قلت معليش معليش معليش، ايش قاعد تقول انت؟ تبغاني اخذك بدون ما حد يعرف؟ ما فكرت باخواني اخوالي امي؟ ايش بقول لهم اذا انت جيت لحالك؟ فين اهلك؟ ايش اقول لهم اذا قالوا من فين جايبه هالرجال؟ تبغاني اسود وجه امي بعد اهلها بعد كل شيء سوته عشاني؟ تبغاني اخليهم يتشمتون فيها؟ تقفلت السالفه. وبعد فتره رجع فتح معايا الموضوع وانه فكري وعطيني حل. قلت له اسمع، انا احبك ومستعدة أسوي كل شيء عشانك، لكن أي شيء يضر أهلي ويضر أمي انسى أني أسويه. قال طيب أعطيني خطة ثانية. قلت ما عندي خطة ثانية، يعني بالعربي هو يبغانا نتزوج من غير أهله ما يدرون. المهم مع الكلام والمناقشة قلت له أسمع، أنا ما عندي مشكلة عمالك وجدانك لا يعرفون، لكن أمك وأبوك وأخوانك لازم يعرفون بزواجنا، هذا شرطي. إذا تبغى تسويه تعال، ما تبغى ما عندي لك شيء ثاني. كلم أبوه وأمه وأخوانه وأقنعهم وقالوا له أنت رجال وشايل نفسك وما لنا دخل فيك. ويوم جاء وقال لي خفت مرة، خفت من أهلي، خفت من أخواني، خفت من خوالي، خفت أنفضح، خفت يبين شيء. ندمت وقتها وتليتني ما أعطيته كلمة. كلمني بعدها قال جواهر والزواج؟ قلت إيش زواجه؟ قال الحفلة. قلت أكيد ما رح أسوي حفلة، كيف أسويها ومحد من أهلك يدري؟ أقصد عمانة وخوالة. قال طيب أخواتك وأمك؟ قلت خلاص دام أنت بعد كم شهر تروح تاخذ لغه بعد ما تملك، بقول لهم ان جاتك بعثه من الشركه وبقول لامي ان ما في وقت وما يمدينا نسوي حفله ولا عرس ولا شيء وبيروح الوقت. وفعلا جاء هو وابوه واخوانه والحمد لله اهلي ما حسوا بشيء وملكنا. وجاء وقت اني اتهرب من طار الزواج، سواء زواج حريم زواج رجال، لان قرابته ما حد يعرف منهم ان خالد بيتزوج. بعد شهر ونص وانا اجهز على مهلي لاني اعرف انها كلها كم يوم وبروح معاه لامريكا كاهلي وبكذب عليهم وبستغفلهم واشياء كثير حسيت اني غلط فيها. صرت اشوف امي واحس اني اخطيت بحقها، صرت اشوف اخواني واخواتي واشوف فرحتهم لي وانا احس بغصه، احس بخوف. حرفيا ما كان تجهيز الزواج يفرح، كان بالنسبه لي كابوس. انتظر متى اطلع من البيت وما اشوف احد. جهزت لي ملابس شنط ساعات وانا بداخلي فرحانه اني بصير مع الشخص اللي احلم فيه والشخص اللي انا اتمناه، لكن بداخلي خوف، احس اني ظلمت نفسي. وبنفس الوقت اقول لو جلست وتزوجت زواج تقليدي كنت بندم اني ما سويت سبب يجمعني فيه. ما اعرف ما اعرف. بعد شهر ونص من الملكة جاء الآن دوري أني أمثل على أمي سالفة البعثة اللي من الشركة حقته. نزلت الأمي تحت وقلت لها أمي خالد يقول جتها بعثة 3 شهور برا ولازم خلال أسبوعين يكون هناك. وقال لي شاك تجين معايا، منها تكون شهر عسل ومنها تكونين معايا، ولا تبغين الزواج بعد السفر؟ بعد ما قلت لأمي قالت أمي والله يا بنتي أنت أبخص، بكيفك تبغين زواج سوينا لك، وإذا تبغين تروحين مع زوجك الله يحفظك. ولما شاورت أخواني قالوا لي لا روحي معاه ما دام ملزوم بوقت، وإذا رجعت نسوي لك اللي تبغين. كلمت خالد وعلمته وجهزت أغراضي وحجز لي معاه وأخذت شناطي وباقي إخواتي ساعدوني وودعت أهلي وأخذني أخوي الكبير للمطار. وصلت واستقبلنا خالد. يوم نزلني أخوي في المطار وراح كنت بناديه، حسيت ودي أعترف له وأقول له ترى السالفة كذا وكذا، حسيت ودي أهلي معي، أبغى سند معايا. مجرد ما أتخيل إني كذبت على أهلي عشان الشخص اللي أحبه يجيني خوف. يوم دخلنا المطار وأنا يدي ترجف ودموعي على خدي وأحاول أبين أني قوية لكني خرطي ماش. قال لي خالد لا تبكين خلاص صار اللي نبغاه، مو هذه فكرتك خلاص ليش تتضايقين؟ مو أهم شيء أهلنا عرفوا وباقي أهلي أنا نلقبهم طفل وخلاص يسكتون، ما حد يقدر يسوي لنا شيء ولا أحد يقدر يفرقنا. وفعلا سافرنا وجلسنا بس شهرين ما كملنا الشهر الثالث وخلص أخذ شهادته من المعهد. وأول ما رجعت بلدي وداني لبيتنا اللي أول مرة أدخله بعد السفر يعني. كان كل الشهر الشهرين اللي جلستها مع خالد كان يحاول يخليني أحمل ونحلل ومن مستشفى لمستشفى، لكن للأسف طلعت عندي تكيسات منعتني من الحمل وأنا بالي مع أهلي كيف أقول لهم ما عاد أبغى حفلة زواج. مر شهر بعد ما رجعنا من برا وحملت، طايرين من الفرحة إن خلاص صار بيننا شيء متصل فينا وما حد يقدر يقول شيء ولا أحد يتدخل فينا. وفرحت كمان عشان أهلي يشيلون من بالهم فكرة حفلة وزواج وعرس وإني أنا حملت بعد تعب وما أقدر أتحرك كثير وأمثل لهم إني أنا منشغلة بحملي وبزوجي وبس. تحز بخاطري لما يدق أبوه يسأل عنه وأنا جنبه ما يعبرني وما يجيب طاري لي ولا يسأل عني، وحتى أمه ما كانت تعتبرني موجودة، لكني أقول الحق ما كانوا يضروني أو يغلطون علي وحتى ما شافوني ولا مرة. كنت أنا أصلا من بيت أهلي لبيت زوجي
أهلي يهتمون فيني من هنا، أروح لزوجي يهتم فيني من هنا وبس. وبحكم أنه مالي أقارب كثير كانت طلعاتي هو معاه بس، وما كان يقصر بس كان ينشغل عني شوية. وبعدها ولدت الحمد لله وجبت ولدي فيصل. كان كل تفكير أنه خلاص بعد ما ولدت الآن بيجي أبو خالد اللي هو عمي أبو زوجي، بيجي عشان يشوف حفيده، أمه أكيد بتيجي كمان. كنت أبكي وأنا أشوف فرحة أمي بولدي وفرحة زوجي، بس بخاطري أقول لو كانوا أهلا معنا. قالت أمي يا بنتي تبغين استقبالك بالمستشفى؟ وقتها أنا وخالد انفجعنا، وجهنا تقلبت، بالي أقول استقبل مين؟ مين بيجي، خواته ولا أمه ولا أبوه ولا أخوانه؟ أحط استقبال لمين؟ أول ما قالت لي أمي كذا وأشوف وجه خالد تقلب، ما عرف يرد، وأنا خلاص الدمعة بعيني واضحة، وقعدت أبكي، أبكي قهر، أبكي رحمة ولدي اللي ما حد معترف فيه من أهل أبوه. وأمي انهبلت، تحس بأنه جاني نزيف ولا جرح ينفك ولا. قلت لها لا يا أمي ما فيني شي بس تعبانة. وخالد هنا استغل الفرصة، قال لا بلا استقبال بلا خرابيط، خليها بس ترتاح عندكم في البيت والحفل لاحقين عليه. أمي هنا انفجرت وحست أن خالد هو أساس البلاء، كل شي صاير. قالت شو اللي ما في استقبال وما في زواج؟ إذا أنت ما معك شي تعطيه لبنتي أنا أسوي لها استقبال من أول المستشفى الآخرة، وأنا اللي بحط لبنتي وبسوي لولدها استقبال، كل واحد أتكلم فيه وبسوي لها هنا وبسوي لها في مدينتي، ولا بخلي بخاطرها شيء. وإذا ولدك عاد ما تبى تحتفل فيه أنا بحتفل بحفيدي. غسلت أمي غسل، أمي شاشت عليه، هاوشت خالد وحطت اللوم عليه بالزواج، إن ما سوينا حفلة والحين ما بنسوي استقبال. وأنا طبعا أسمعهم قاعدين يتهاوشون وخلاص منهارة، خلاص حسيت أمي بتدري عن كل شيء وبتعرف إن زواجنا مو معلن عند أهله، وبتدري إني كذبت عليها وإني أعرفها من قبل لا أتزوجها، وبيدرون أخواني وكل شيء بينقلب على راسي. وسكت ورفضت نحط استقبال هنا، وقلت لأمي إني أنا تعبانة، خلي استقبالي خلاص بعدين لما أجيك أنا البيت. وراحت أمي تشوف ولدي بالحضانة، وخالد كان عندي، وقلت له أبوك ما دق؟ قال لي إلا، أرسلت له صورة الولد بالجروب ودق يبارك. قلت له ما رح يجي؟ قال ما أدري. قلت أمك؟ قال ما أدري. قلت له مو تقول إذا جانا ضنا خلاص أهلك بيقتنعون وبيصير كل شيء طبيعي؟ قال أنت تبغين كل شيء يتغير بيوم وليلة؟ اصبري يا أختي. قلت طيب نصبر. صبرت 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 إلين ما تم ولدي 3 أسابيع. هنا أمي مسكتني وقالت اسمعي، سالفة إن لا أبوه ولا أمه جو يزورونك هنا بالمستشفى أعديها، كما يجون حتى الاستقبال إيش قاعدين ينتظرون؟ أنت مسوية لهم شيء؟ مزعلة عمك عمتك؟ بالفترة اللي مسكتني فيها أمي كان خالد يتهرب من سالفة إن أمه بتجي أو أبوه، وكان مرة يرد علي ومرة ما يرد، وقلبي معورني مرة، وكل يوم أحضن ولدي وأستودع الله حياته وأستودع الله قلبي. المهم بعد ما شفت إن خالد بدأ يتهرب من الأسئلة حسيته بعيد عني، أنا في مدينة أهلي وهو في مدينته مع أهله، وكل ما سألته عن شيء عن أهله يتهرب. وقتها قررت أني أعترف لأمي عن كل شيء، لأني أعرف أن أمي ما رح تسكت، بتدق على أم خالد وبتسفل فيها بحكم أن حفيدكم ما تشوفونه ليش. وأمسك أمي الظهر بوقت هي ما هي فاضية فيه، قبل ما أتكلم جتني غصة قوية قوية، وقبل ما أنطق بحرف انفجرت بكى وأتأسف وأبكي وأقول آسفة يا أمي آسفة. أمي انهبلت وقالت بس والله يا بنتي والله من طلعتي من بيتي للمطار وأنا قلبي حاسنة في شيء، وأعلمها كل شيء حرفيا كل شيء. ما أخفيكم أن أمي بكت بحرقة، وليش وإيش كان ناقصك؟ إيش قصرت عليك فيه؟ وليش ما قلتي لي؟ وليش تحطي نفسك وولدك بهذا الموقف؟ وا 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 كلام كثير كل عتاب ولوم. بعدها مسكت يدي وقالت أنا ما تركتك لأبوك صغيرة، أتركك وانت جايتني مع ضناك؟ والله ما تنزلي راسك وتبكين وأنا حية، كل شيء بيتصلح وما يصح إلا الصحيح. كفو يا خالة كفو، وأنا اللي بتكلم وأخوانك وأخوالك وعد ما يدرون. وأمي أول واحد كلمتها خالد، وإنه خلاص عرفت كل شيء وبنتي جاها ولد، إيش تنتظر ما تعلن زواجك؟ وسكرت منه وكلمت أمه اللي هي عارفة كل شيء أصلاً، وللأسف وقفت بوجه أمي وسمعتها كلام يجرح القلب، ورفضت تعترف فيني بولدي، وقالت حفيدي اللي بيجيني من ولدي خالد هو البنت اللي أنا أختارها ما هي بنتكم. الله أكبر. وقالت تبغون أبوه؟ عندكم هذا خالد، زوجها ما طلقها، لكن حنا ما عندنا لكم شيء. وكلمني خالد معصب ويخاصم ويهاوش، وليه تكلمون أمي؟ وليه تتدخل أمك؟ كلام كثير. قلت مو أنت قلت لي جيبي لي طفل وأخلي زواجنا علني وما حد يقدر يقول شيء؟ لين متى بعيش منبوذة أنا وولدي؟ قال خلاص أنا أتفاهم مع أمي مو أنتو. قلت طيب خلاص ما عندي مشكلة، أهلك بكيفهم، أهم ما علي أنت وفيصل ولدي، دام أهلك ما فيهم رجب كيفهم. وخلصت انفاسي ورجعت المدينة زوجي. بعد 3 شهور من سعادة فرحتنا بفيصل، تغيير بالبيت وضحك ومشاعر حلوة
جاني خالد بعد 3 شهور هذه، يقول لي إن أمه خطبت له حفيدة عمته الكبيرة، وإنه وهقتني معهم وما أعرف إيش، وكان ضايق صدره مرة. قلت إيش مضيق صدرك؟ خلي يقولوا لي يبغون، أنت متزوج خلاص، ليش تهتم بالكلام؟ قال أقول لك أمي خطبت لي. قلت طيب صار عمتك إنك متزوج؟ قال لا أمي بتزعل. يا راجل. قلت حلو، هذي شلون يعني الحين؟ جالي بيوم قال لي ايش بتسوين؟ قلت ايش اسوي بيش؟ قال بلي يبغون اهلي. قلت انت رجال متزوج وعندك ولد، تتوقع عمتك لو تعرف بترضى؟ قال اصلا بنتها مطلقة ما راح تتشرط. قلت وانت تعمقت بالموضوع ليش؟ قال انا اشوف ان راي امي صح، دامها بتعلن زواجنا انا وياك بعد ما اتزوج حفيدة عمتي، وبكذا يكون ولدنا مع عمانة وعيال عمانة، وانت مع حريم اخواني، وليلة لك وليلة لبنت عمتي. قلت يعني زوجتك الثانية يعترف بها، وانا ام ولدك بتعلن زواجك فيني بعد زواجك منها، ليش انا وشو؟ شو وضعي انا من الاعراب؟ ما فهمت. قام يعصب، وانت امك هي اللي عاندت امي، وكلام كثير. قلت له اسمع اسمع، نهاية الكلام، يا تعترف بولدي وبزواجي منك، ولا أنا اللي بخليه معلن غصبا عنك. قال تهددين وما أدري إيش، ونتهاوش. وصلت مرحلة أنه رمى علي قزاز كوب وجرح كتفي، واللي فهمته من كلامه أن حفيدة عمته وعمته عارفين أن خالد متزوج وعنده ولد، وشارطين بزواجها منه أنه ما يعترف بولدي ولا فيني إلا بعد ما يتزوج حفيدة عمته بسنة. على طول رحت لغرفتي ودقيت على أحن البشر أمي، وأكلمها وأنا منهارة وأعلمها كل شيء، وكتفي ينزف فيني قهر قهر. سكرت أمي مني ودقت عليه ما يرد، دقت مرة ثانية ما يرد، جاء آخر الليل ما جاء. جلست 3 أيام وما أدري فين، ما يجي البيت. ما قدرت أمي تتحمل أكثر وأرسلت لي أخويا، وأخذت أغراض اللي أحتاجها وملابس فصولي ولدي، ورجعت مع أخويا عند أمي وقلت لأخويا أن خالد مسافر. رحت عند أمي وجلست أسبوع كامل وخالد لا يرد ولا يكلم ولا يرسل. بعد ما كملت أسبوعين، شهر، شهر ونص، كلم خالد أمي، ما كلمني أنا، راح كلم أمي. وأمي لامته وهوشت، كيف تترك زوجتك ولدك وما تسأل عنهم؟ قال شفت أخوها يوم يمر هالبيت، دار إنها عندكم. وأنا دقيت أقول لك، قول الجواهر تراني ملكت وزواجي قريب، وقولي لها لا أسمع لها صوت عند أهلي ولا تتكلم بشيء إلى ما يتم الزواج ويخلص. أول ما قالت لي أمي اللي قاله، حلفت بالله إنها ما تنزل دمعة من عيوني عليه، وحلفت بالله أني ما أضعف، لأني شفت كسرة الخاطر والقهر بعيون أمي. كملت 2.5 أسبوع زيادة وخالد لا حياة لمن تنادي، وكأن شيء اختفى ما يرد على أحد. قررت أني أتركه إلى ما يضيح اللي براسه، وجلست أنتبه لولدي، وأشترت له أمي سرير وحطت بغرفتي، وأشترت له دولاب صغير لولدي. كل يوم يزيد همي، وأمي كل ما تشوفني تحضني وتقرأ علي، وأنا طول الوقت أرسله. ما همني أنا وش عاد بالنسبة له، بس ولده ما أبغى يشفاه، شلون يتحمل بدون ما يسأل عن ولده؟ المهم تزوج خالد ولا سألت عنه، وما عد أرسلت ولا جبت طاري، وكان متوقع أني بتصل وبسأل ولا بجي وأعلم أهله، لكن لا، عطيته بلوك وخليت التواصل معاه مع أمي. أنا كان خاطري عايفة وجرحه بقلبي كبير لدرجة أني ما أبغى أسمع صوته حتى، وصارت أمي لما نشوف رقمه يدق تقوم من عندي، لأني خلاص حتى رقمه ما أبغى أشوفه. تزوج وزوجته معاه وكل أموره تمام، وبعد زواجه بكم شهر قرر يجي يشوف ولده وجال المجلس. أمي أخذت فيصل وجابته له، وإخواني موجودين يحسبون بيننا مشاكل عادية. يوم جابت لأمي فيصل قالوا جواهر فين هي؟ ليش ما جت تسلم علي؟ تقول أمي ما استحت وقلتها بوجهها، جواهر اللي جاها منك كفيها، ما تبغى تشوف وجهك ولا تسمع حسك. يوم عرفت إنك جاي طلعت فوق، كم مرة يجي ويشوف فيصل وما يلقاني. يوم شاف اني مبلكته اخذها عناد وجاي ابغى ياخذ فيصل معاه لمدينته. ومين اللي بيشيل ولدي بالطريق؟ زوجته. ترجيت امي، قلت امي قولي له لا، تكفين لا، لا ياخذه، ياخذ ولدي يحطه بحضن زوجته، لا يروح يدخل ولدي على امه وابوه، وزوجته هي اللي شايله ولدي، تكفين. واجلس ابكي ما ابغى ياخذون ولدي حتى لو ابوه الولد صغير. يوم جاء اليوم اللي خالد بياخذ ولدي ويوديه مدينته وبيوري امه وابوه، وزوجته اللي بتمسك ولدي بالخط، جن جنوني. يعني تخيلوا شعوري من ظلم وأحس بضيم، وولدي ينوخذ مني بحضن مرة أب اللي هو معترف فيها، وأنا ولا شيء. ضاق صدري وكل الوقت أبكي عند أمي، هو أبوه ولا أقدر أمنعه، بس غصب قلبي. أول مرة أهل زوجي يشوفون ولدي ويدخل عليهم بحضن مرة أب اللي مالك كم شهر متزوجها. جاء اليوم اللي بياخده، ورتبت أمي وجهزت أغراضه، وأنا كل شوي أترجى أمي تكلمه وتقول له لا يجي ياخده، إذا بيشوفونا إحنا نروح، بنروح هناك ويمرنا ياخده ودي لأمه. رفضت أمي، قالت لا، هذا أبوه، هذول أهله،
أنا أنهرت، وأمي وأخواتي يقولون لا خليه ياخذه ويوريهم أهله، يبون يشوفون حفيدهم. قاعدة أفكر، طب أنا كنت بالمستشفى ليش ما جو؟ جلست 3 شهور عندهم في نفس مدينتهم ما جو، ليش فجأة تذكروا إن عندهم حفيد ولازم يشوفونه؟ كرهت خالد، كرهت نفسي، كرهت حتى أهلي، كل همي ما أبغى ولدي يروح الحضن أحد ثاني. جاء خالد وصل البيت عندنا على العصر كذا، ونزل سلم على أمي ويسألها فين الولد. أمي ماسكة شنطة فيصل وأنا بالمجلس ماسكة ولدي وأشوفهم من الشباك، واضح إنه بيجي ياخذه وبيمشي. طلعت أنا قلت له إيش تبغى جاي؟ تبغى فيصل اللي تترجى أمك وأبوك بالمستشفى يجون يشوفونه ولا حد عطاك وجه؟ يوم تزوجت بنتهم زار لهم الحفيد الحين؟ أمي تقول استهدي بالله وأعطيه الولد. لا والله ما يطلع. قال أنا أبوه، مثل ما أنت تخافين عليه أنا أخاف عليه. قلت تكذب وتخسي، من تزوجت وانت مسكر جوالك ولا سألت عنه وحي ولا ميت؟ ما عندي لك ولد، تبغاه روح ارفع عليه قضية يلا، ولما يكبر ولدي ودى لهم، أما بالعمر هذا ما أطلعه مع وحدة غريبة. قال هذه زوجتي مي غريبة. قلت له غريبة، غريبة لي وغريبة لولدي وحتى أهلك، ترى بالنسبة لولدي غرب، سوي اللي تسويه، ولدي بالعمر هذا ما يطلع من البيت يلا. قال طيب يلا انت امشي معي وبخليك في بيت معززة مكرمة. ومن هذا الكلام لفت عليه أمي قالت بنتي طلعت من بيتي معززة مكرمة ورجعت له وهي معززة، لا عطيت بنتي حقها كامل، هيك الساعة نقول لك خذها، لكن الآن بنتي ما تطلع معاك. قال هو طيب ولدي أبغى أخذه معايا. قلت إذا كل همك أمك وأبوك خلهم يجون للبيت وأطلع لهم، وإذا هم يشوفون نفسهم ملوك وأمراء لا يدخلون بيتنا، عند الباب أطلع لهم، لكن أدي ولدي وحدة غريبة تمسكه بالطريق؟ لا والله ما جاني ولدي هدية، ما حد تعب فيه لنا. دخل أخوي الكبير على نقاشنا، وتعرفون الرجال وحركاتهم، نظام ابشر وسم مالك الا اللي يرضيك. جاء اخذ ولدي مني واعطاه ابوه، قال هذا ابوه ما يصير تسوين كذا. هاوشني قدامه وانا دموعي تنزل قهر وغبنه، صرخت وجيت مسرعه واخذ ولدي بالقوه من خالد وقلت والله ما يطلع الا على جثتي، عندك شيء روح للمحاكم. واخذ ولدي وادخل البيت سيده على غرفتي واسكر الباب وابكي، انقهرت من اخويا انه سوى هذه الحركه قدامه، واخوي ما يدري عن شيء وش هو مسوي فيني. يقهر اخوها ملقوف، خفت انزل اقول لاخويا ايش الهرجة، يعني عشان ما يحس اني دلع بنات واني انا مغلط وانه جحدني هو واهله وجحدني انا وولدي، لكني خفت كثير انه يوقف ضدي ويقول هذا اللي انت اخترتيه وسويتيه. تحملي، جمعت علي الهموم، فكرت خالد جد يقدر ياخذ ولدي مني، فكرت باخواني لو عرفوا ايش بيصير، وكل هذا وانا عمري 25 سنة، لكن الشعور اكبر من اني اتحمله يوم شفت خالي وامي جنبه، وجههم شاحب ويناظرني بنظرات رحمة على عصبية. اول ما شفت النظرات هذه دمعت عيني وانا اسلم عليه، ويحضني خالي ويسلم على راسي ويقول لي ما يخالف ما يخالف، كل شيء له حل. وطالع فمي ألاقيها تبكي، عرفت أن أمي ما قدرت تتحمل كل هذا وعلمت خالي كل شيء، وأجلس عنده ويسألني ويسألني وقال لي ولدك ما حد يقدر ياخذه وأخوانك خليهم علي أنا بقول لهم، وصراحة مو وقته أني أقول لك أنك غلطانة واللي سويتي غلط، كنت رح تاخذين أزين الرجال لكن الوقت فات، والآن انتبه لنفسك ولولدك وبس، خلي الباقي علي لا تفكرين بشيء. أول ما قال لي كذا حسيت أن ربي نزل علي راحة ما حسيتها من تملكت، حسيت بأمان براحة برضا، شعور ما أقدر أوصفه، لأني عارفة أن خالي هذا وقف بوجه أبويا من 19 سنة يوم أن الطلاق عيب، وخلع أمي من أبويا وعطاها حقها بالكامل ورفع قضية على أبويا، والنفقة جت لأمي وجت لنا ولا تراجع ولو لحظة. قبل ما يرفع قضية على أبويا كان يسألنا أنتوا راضين؟ كنت أقول لدام شيء ما يدخل أبويا السجن ويرجع الأمي حقها أنا راضية. وقتها على طول رحت الفيصل ولدي أجيب الخالي، حسيت أنه هو أبويا، هو عزوتي وسندي بعد الله. بعدها بأسبوع خالد ما لحس وأنا ساكتة ولاهية مع ولدي، وأخواني عرفوا وزعلوا علي وصراخ وقهر من حبهم لي، وأنتي ليش تسوين كذا وحنا وش مقصرين عليك فيه، مدخلينك أغلى الجامعات، مسفرينك، شارين لك أحلى ملابس، إيش كان قاصرك عشان ترمين نفسك عليه بهذه الطريقة، وكلام كثير. بعد فترة جاء خالد كلم أمي على أساس بيشوف ولده، استقبلته أمي وسيارات أخواني كانت موجودة لكنهم ما طلعوا له، وحلفت أمي عليهم ما يتكلمون معاه بشيء. شاف ولدي وقام يقول طب جواهر فين هي؟ قالت أمي موجودة. قال للحين ما طاح اللي براسها؟ قالت أمي وش اللي براس بنتي علشان يطيح؟ بنتي أخذتها ساكتة ورجعت لنا وهي ساكتة. قال أنا ما طلبت منها تطلع من البيت، ولدك اللي جاء أخذها. قالت أمي احمد ربك اللي أخذناها وساكتين، وانت رامي عليها القزاز والدم يطلع منها ومخليها هي وولدها 3 أيام في البيت. بدا خالد أنا أحبها وما سويت كل ذا لأني أحبها، هل يوجد حب؟
أختي قلب. أمزح أمزح، المهم أنا أحبها، ولو ما أحبها كان ما فكرت أجيب منها ولد، يبقى معايا طول عمري ومرتبط فيها. كلام كثير. قالت أمي الخلاصة، إيش اللي تبغاه يا خالد؟ قال ترجع لبيتها والولدها. نادت أمي أخواني خلتهم يتكلمون، وخالد على كلام أخويا أن وجهه أصفر ومتفشل مرة، لأن أهلي كانوا حاشمين ومعتبرين أنه واحد منهم. قالوا أخواني الشار والراي من البداية للبنت، إحنا ما ودنا أن الولد يعيش بعيد عن أبوه، لكن بنفس الوقت ما إحنا غصبين أختنا على شيء ما تبغاه. قال خالد رضاوتها بتجيها، بس خلوها ترجع، وأي شيء تشرط عليه إلا أني أطلق زوجتي. طاح أنا عني هم أن أهلي خلاص عرفوا بالسالفة وبالهرجة. هنا ارتحت عند أهلي كثير، بدل ماني مجحودة عنده. مسكني أخوي الكبير وقال أدري بتقولي لا وأدري بترفضي بعد المواقف هذه كلها اللي صارت، بس فكري بولدك، بالأشياء اللي حبيتيها بخالد، وما أتوقع أن هو جاي يرجعك عشان يظلمك، والرجال يبغى ولده قريب منه ومن هذا الكلام. طلعت غرفتي صليت، وعدت نفسي أني أفكر بهدوء وأراجع كل شيء بأول شيء، لما حرمت نفسي الزواج المعلن كل الطرفين، ولاني حرمت نفسي فرحة الفستان الأبيض، حفل الزواج، فرحة الاستقبال على ولدي. فكرت بالأيام والشهور اللي قضيتها بعيدة عن أمي وهي تعبانة وأنا رايحة برا مع خالد. فكرت لما يكون تعبان وأجلس عند راسه كأنه طفل أحتويه وأدلله. فكرت لما أقوم الصبح قبل بساعة عشان أجهز ملابسه وأسوي فطورة وأأكله وأصبح عليه. فكرت بأيام الحب والمشاعر اللي مستحيل انها تتعوض ومستحيل انها ترجع بنفس الشعور لما كذبت على امي واخواني عشانه، لما تعالجت عشان احمل عشان يعترف فيني قام اهله ويخلي زواجي منه علني. فكرت بخوفي لما طلعت من بيت اهلي، فكرت بدموعي وانا في المطار، فكرت بدموعي وانا انتظر اهله يجون يشوفون ولدي. فكرت بكثير اشياء سويتها، حسيت مشاعري قبل شويه يبغالها والله تصميم كذا تيك توك حزين صح. فكرت باشياء كثير. المقابل كان راح تزوج، تركني ولا سأل لا عني ولا عن ولده. أدق عليه بالأيام والساعات ولا يرد ولا يدري عن ولده، وبالأخير يطلع متزوج ومسوي زواج والكل يبارك له ويهني له. جلست أفكر شوية بعقلية أهله، يعني عشاني أنا مو قبيلية صار شيء مخزي؟ ليه هو أنت سعيت عشان تكون من هذه القبيلة؟ ولا الشغلة اجتهاد شخصي؟ هو شيء من ربي مالك لا حق ولا منه. إذا ولد عمه أصلا متزوج واحدة غير عن جنسيته وعايش معها وجايب منها ستة ما شاء الله، وأنا من نفس جنسيته بس مو نهاية اسمي قبيلة، صرت أولا كخة. عرفت وقتها إني أنا اللي سويت شيء كثير كبير، وهو وأهله ولا شيء، حرفيا ولا شيء. وعرفت إن أهلي رايتهم بيضة ويخافون الله ويمشون على المرجلة، ولا رموا على خالد كلمة شانة مثل ما سوت أمها بأمي. عرفت إني لو برجع لها الآن بيندعس علي، لأن تعود جواهر تقول له سم ابشر ولبيه واللي تشوفه. وفكرت بنفسي وبأهلي إني فعلا يا ناس مو ناقصني شيء، مو ناقصني شيء أبدا، لا من ناحية أهل ولا سمعة ولا شكل ولا عقلية. عرفت إني أنا كثير كثيرة عليهم كثيرة، وقررت أني أربي ولدي على ما ربوني عليه أهلي. صح أن ولدي كبيري بس ما أبغى يكبر ويشوف نفسه غير عن أي أحد ثاني. عشان إيش؟ عشان نهاية اسمك قبيلة، ما أدري تنفتح لك أبواب السماء مثلا ولا مبشر بالجنة. قررت أني أعلم ولدي الدين الصح، وأن لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، وعلم أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعلم أمور كثير كثير يجهلونها خالد وأهله واللي يسمون نفسهم مطاوعة تزمين وهم ما يفقهون بشيء، وأعلمه يمشي على الدين الصح ما يمشي على عادات الجهل، وأعلمه يصنع إنجازاته بنفسه ما يفتخر بشيء هو ما سواه، ما يفتخر إلا بنفسه بأمه بأبوه، ويكون خلوق عند دين عقل ومنطق ورحمة. بعد فترة رجع خالد عشان يشوف ولده، وعلى أساس أني برجع معه. قال ها ما تبترجع جواهر؟ قلت الأخواني أنا مبغى ولا برجع معه ومستحيل، ولا تجيبوا لي هالطاري، ولا أبغى أشوفه ولا أسمع صوته حتى. خالي وأخواني كانوا هناك ووصلوا له كلامي، وخالد كان رافض يطلقني. خالي وأخواني قالوا إن هذا قراره النهائي، ودامك رافض تطلق وولدك عندنا تراه ولدنا، وأي شيء يحتاجه حنا أهله وحنا أبوه وحنا جده اللي ما جاي يشوفه. طبعا خالد هنا جم جنونه، كيف تتولون ولدي وأنا موجود؟ أعرف شخصيته، إنسان عنده حب تملك، وإنه ما يبغى لا خالي ولا أخواني يمسكون ولده. وما أخفيكم إني فرحت لما شفت عصب، وإنه وراي أنا عزوة بيقومون بولده دامه عند أمه. طلع من البيت وبدأ يرسل رسائل
الرسائل ورا بعض، كلام كثير وللأمانة ما قرأتهم كلهم. اكتفيت أني أقفل جوالي ومن بكرة بغير رقمي، إذا يبغى شيء يروح للرجال. مليت من حركات أني أسوي شيء من وراء أهلي. بعد فترة رضخ خالد وصار يجي يشوف ولده، وفي كل مرة يجي يسأل عني، وعلى كلام أمي إنه بكل مرة يسأل عني عيونه تلمع وكأنه مشتاق. كان يقول لأمي جواهر أعرفها ترضى بعد فترة وبتلين وبتجيني. كان واثق إني أنا من كثر ما أحبه ويحبني إني فعلا برجع له وما أقدر أستغني عنه، ويحسب إني جالسة أكابر وأتغلى، وهو ما يدري إني محيتها من قلبي من يوم ما قال لي بتزوج ولا يطلع لك صوت، بخلي زواجي يمر بدون مشاكل. ما عاتبت إن أتزوج وما لومتها على ولا شيء، هي قصة وانتهت. ويمكن هذا الشيء اللي جننه، إني ما أديت اهتمام لزواجه والجية عندنا ولا فكرت أطل من الشباك حتى. بعد فترة توسط لي خالي ولقيت لي وظيفة حكومية، فرحت مرة لأني كنت محتاج إني أتوظف، مو عشان شيء مادي بس أبغى أغير جو خلاص، أبغى أبدأ حياة جديدة. توظفت وأخذت قرض وأشتريت سيارة وشريت غرفة لولدي، وصارت كل فلوس يطير على الألعاب وملابس، والنص اللي يبقى صرت أخبيه وأدخره عشان ولدي، بخاطري أني أشتري له عقار أو أي شيء يبقى له. خلاص من توظفت اعتزيت، تزيت فوق عز أهلي واغتنيت، وصرت ما أشوف الماضي شيء، وأخذتني الفرحة والسعادة بأمي وأخواني وخوالي وفيصل ولدي. كانت جاية خالد البيتنا كأنه والله سباك جاي بيدخل زين شيء داخل البيت ويمشي، ما كان يحرك فيني شيء. ترى خالد أتوقع أنه ما أعجب الهدوء اللي أنا فيه، وقرر أنه ياخذ فيصل معاه لمدينته. يحس بأني بطلع للحوش وبصارخ وقابله ويشوفني لكن بعيد عليه. جاء جهزت فيصل، لبست لبس فوق 4000 وشنطة ماركة وعطر يفوح، وجهزت شنطة ولدي كل لبس بالشنطة أحلى من الثاني، وقلت لأمي قولي له إذا جاء ياخذ فيصل ينتبه الملابس اللي بالشنطة، في عزيمة بعد أسبوع بلبسها له. وكان منصدم إني مجهزة شنطة الفيصل حقة أسبوع مو حقة يومين، وبخيت عطر الفيصل من عطوري أيام الزواج كذا، قلت بدال ما كنت أنا منهار قبل بقهر وغثة خليه ينهار هو، لأني عارف إن هو يعشقني يعشقني عشق، وريحة العطر اللي بولدي بيتخيلها علي وهو يبقي ما يقدر يشوف مني شعره. راح فيصل وقلبي يتقطع عليه وجمرة بقلبي، لكن لازم أصبر نفسي، لازم أتعود خلاص. وقررت أني أدخل النادي وألهي نفسي وما أجلس أفكر وأصيح وأشتاق. دخلت النادي، أسبوع نزلت 2 كيلو من المغثة وكملت، كنت خليني أشيل بطني بعد الحمل رغم أن بطني ما كان كبير، بس قلت بعدل نفسي وبرجع صغيرة وأهتم بنفسي وأشوف روحي. خلاص ولدي ما عليه خوف، صح أن أبوه زعلني كثير وظلمني، لكن ما عمري ظلمته، هو أب حنون ويخاف على فيصل مثل ما أنا أخاف عليه. فيصل كان ولد هادي، عيونه مثل عيوني وشعره ناعم وأسود وخدوده دائما حمراء، يعني يأكل القلب، ما كان يخرب. وأتوقع أن أهل خالد أول ما شافوه يشبهني أتوقع أنهم كرهوه، لكن كانت براءته طاغية، طاغية على كل شيء، وكأنه يقول بملامحة أن أنا ما لي ذنب بأي شيء صار. ما سألت هل زوجة خالد هي اللي منتبهة الفيصل بالطريق، ما سألت عن ولا شيء، ما أبغى أوجع راسي خلاص، الولد هذا لا أهله. بعد فترة مو طويلة ما بين نادي دوامي جلستي مع فيصل، جاء شخص وتقدم لي، وبحكم اني ماني مطلقة ولسه على ذمة خالد كانت امي ترفض وتقول البنت للان ما هي مطلقة. بعد كثرة الاتصالات وبحكم ان لي فترة طويلة عند اهلي والناس يخطبون على اساس اني مطلقة وعندي ولد، حسيت ما ابغى اصبر زيادة واجلس كذا اظلم نفسي للمرة الثانية واجلس استناه لما يطلق. وباللي كنت ادخره من رواتب الفيصل قلت ليش ما أخلعه وأعطيه اللي جمعته من رواتبي. المهم بعد ما جمعت نص مبلغ المهر ما علمت أهلي، لأني أدري بيقولون إحنا بنوقف معاك ونديك وكلام كثير. كنت أبغى مثل ما أنا أخطيت بهذا الزواج بنفسي أبغى أكمل اللي بديته، وبحكم أن عمري 25 سنة ما أعرف محاكم ولا محامين ولا أي شيء، أول شيء سويته قبل ما أحط هذا الشيء في راسي أني مسكت جوالي بدون تفكير وأرسلت لخالد: السلام عليكم أبو فيصل، عسى والديك بخير، حبيت أعطيك خبر أني بأبدأ بإجراءات الخلع، ولا أعرف المحكمة كم بتقدر لي قيمة ترجيع المهر، ولكن أنا الآن معايا النص، ولو ما طولت بالقضية بعطيك إياه كامل بوقت واحد. جاني الرد منه بنفس الدقيقة، قال زين. جاء اليوم الثاني جتني أمي قالت خالد مرسل لك شيء؟
قلت لا، قالت دق علي ويقول بيجي بكرة هو وأبوه. أنا هنا انهبلت، أبوه اللي عمري ما شفته إلا بالصور. رحت فتحت جوالي أراجع رسالتي، لكن قلت شي غلط ولا كلامي كان في شي غلط. قلت خلاص بكيف، أدامي ما غلط ما علي منه. ولما جاء بكرة فعلا جاء هو وأبوه واثنين من أخوانه، وكانوا أخواني وخالي موجودين، وأمي على أعصابها إيش يبغون. أنا جاني برود وكره لهم، درت ودي أدخل أتفل عليهم كلهم. خير بأي وجه جايين؟ بس انبسطت، قلت يمكن مراسم الطلاق عندهم كذا. كنت أدخل على أخواتي وقلهم ترقبوا بعد شوية أصغر مطلقة في منطقتنا. هم جالسين بالمجلس وأنا وأخواتي وأمي في الصالة على نار بشوف إيش عندهم. ما أخفيكم كنت متوترة شوية اللي أسمع أصوات الرجال تطلع. خفت 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 كثير. شوي اللي يطلع أخويا ويقول لي تعالي. قلت له سم؟ قال تعالي ادخلي على خالد وادخلي على أبوه يبغون يتكلمون معاك. قلت مهبول أنت صاحي، إيش أبغى فيه؟ قال أنت قايلت لأنك بتخلعينه. قلت إيوة وبخلع عيونه، ما أبغاه افهموا ما أبغى، خلاص إيش يبغى كمان. ويرجع أخويا للمجلس ويطلع بعده خالي، قال تعالي ويجلس وتخنقني العبرة. تعرفون عبرة الشرحة؟ يعني جايني بعد ما سويت كل ذا جايب أبوك إخوانك عشان أرجع بعد إيش؟ بعد ما كسرت قلبي. جاء خالي قال اسمعي أبوه بيجي بيتكلم معك واللي تبغينه بيصير، بس اسمعي أبوك شوفي إيش يبغى. إذا خالد ما تبي تتكلمي معاه خلي أبوه يكلمك، شوفي إيش عنده إيش بيضرك. شفت شكلي بالبجامة، طلعت أغير جلابية، حطيت روج، نزلت تحت وأشوف خالي وأبو خالد وأسلم عليه وأنا العبرة هنا. وقفنا خلاص، راح ما نفسي. أبوه ملتزم بس واضح إنه حلال، يعني واضح إنه طيب وهادي وعاقل. قال شلونك وشلون فيصل، جلس يسأل. المهم قال تعالي جلس جنبي، حط يده فوق يدي وقال اسمعي يا بنتي، هي كلمتين وما راح أكثرها. أدري اللي سواه خالد غلط، ولكن يعلم الله إني ما شفت أحد من عيالي يحب بهالكثر إلا ولدي خالد، وإن لو ما يحبك كان ما سحب على عمومته وأهله وأخذك. أنا هنا عيوني طارت على أساس إنه ماخذني وفارضني عليهم ما كأنه مخبيني. المهم قال إن خالد يبغاك ويحبك وشاريك وباللي تشرطينه، وإن ما سواه أنا سويته، وإنت يوم شفت وجهك السمح هذا أعترف إني بوقف معك، إنت ضد ولدي واللي تبغين يصير. قلت يا خال أنا ما أبغى من ولدكم شيء، أنا أبغى أنفصل عنه وبس. قال إذا قلتي هذا الشيء عناد فكريبة ألف مرة. قلت لا والله مو عناد، أنا مالي خاطر فيه وأبغى أنفصل. طبعا أنا إنسانة قوية نوعا ما، لكن كل ما قلت شيء عن نفسي ما أدري ليه دموعي تنزل. كنت أتكلم مع خالي وأنا دموع. طلع شيك من جيبه وقال هذه رضاوة من خالد، كان مكتوب 30,000. وأناظر الشيك باستحقار، لا والله واللي عافى خاطري ما ترجع ملايين. أبو خالد شهق وألتفت على خالي قال لا البنت كايدة، ويضحكون ايش يعني كايدة والله ما فهمت. قال يا بنتي يعني مرة. قلت أبد، خلي يحطهم فوق اللي جمعتهم له واخلعهم فيه. وجاي يقوم من مكانه قال لا البنت عايفة. سلم على راسي ويقول حقك علي، ويقول إن بغيتي أي شيء دقي علي. وأنا أقول في قلبي انقلع أنت وولدك. ورجعوا للمجلس وأكيد أنهم علموا خالد أني أنا رفضت. بعد ما راحوا جو أخواني وجاء خالي وقال يوه لو تشوفين خالد يوم دخل أبوه وعطاه الشيك كان شوي ويبكي وبدت إيدانه ترجف كان شوي ويدخل ياخذك غصب. هنا ما أحكي لكم فرحتي وسعادتي، حسيت إني انتقمت، ويمكن اللي خلاه خلال 24 ساعة يكون عندنا في البيت رسالتي إني بخلع خلاص وما في أمل للرجعة. بمجرد التفكير إني قهرت وحسست إن خلاص خسر جواهر، حسيت بانتعاش ونشاط. فكرت أسوي فيلر شفايفي، ضيعت راتبي على عيادات وتنظيف، وأبدأ أهتم في نفسي أكثر وأكثر، وحبيت نفسي كثير. خلاص حسيت إني رجعت جواهر قبل الزواج، اللي كل فلوسها تروح على صيدليات وعيادات واهتمام وخلطات وبشرتي تلمع من مسافة كيلو. راحت الهالات، راح الوجه الشاحب، راح كل هم على قلبي. صرت أهتم بنفسي فوق ما تتخيلون. كملت بالنادي، نزلت 7 كيلو، وصلت الجسم اللي أبغاه، اهتميت بشعري، رجعته كثيف بعد السهر والحالة القشرة اللي كنت فيها، تجددت بكل ما فيني، تروحي أحسها تجددت. جتني ورقة طلاقي من هنا ومن هناك طرت فوق على ألعاب فيصل ولدي، حتى هو صار صديقي وأبويا وكل شيء فقدته بحياتي. عوضني ربي بفيصل وصار الحب حقي والعشق اللي بقلبي الخالد انتقل كل الفيصل ولدي. وصرت ما بين دوام، نادي، محلات العاب، عيادات وتنظيف، طبعا بوجود أهلي الله يخليهم لي. لكن القرايب كانوا ينظروا لي بنظرة تخلي الوحدة تكره روحها صدق، جت الضعيفة، جت المسكينة، يحاول ساعدوها، شيلوا مدري إيش. ولا أحكي لكم عن حريم خوالي وعماني. ما عندك نية زواج؟ ما ودك ترجعين لأبوه؟ ما تفكرين تجيبي له أخوان؟ ما تحسين عمرك بيروح كذا؟ لا تضيعين عمرك عشان فيصل،
بكره يتزوج ويكبر ويلها عنك. تكره اروح لجمعاتهم، ما كان عندهم سالفه الا انا. صرت ما اروح فعلا، صار الويكند اقضيه مع فيصل، اجلس في البيت ابركري من مقابلهم. بعد فتره انخطبت من رجال مطلق وعنده 3 واطفاله مع امهم. انا داخليا وقناعتي رافضه الزواج تماما، لكن ما ادري ايش اللي خلاني قلت يلا ما ابغى اظلم نفسي. توني بنت والرجال ما عليه، وبحكم اني شخصيه ما تجامل وما اعرف احب اي احد بسرعه واتقبل، شرطت عليه انه ملكه وبعدين 3 شهور وبعدين يعني زواج. واتوقع ان هذا افضل قرار اخذته في حياتي. المهم كان مهندس وما عليه ماديا وخلوق، وسالوا عنه اخواني وانه رجال كويس وما عليه، وشفته شوفه شرعيه وما حسيت بشعور، قلت يمكن احساسي مات، وتوكلت على الله وملكت. بعد ملكتي باسبوع جاء هذا الشخص اللي تملكت عليه اللي اسمه عبد الله. جاء للبيت على اساس نجلس مع بعض ونسولف واعرفه ويعرفني اكثر ونتفاهم باشياء كثير. من يوم ما فتحت له الباب ودخل سلم علي سبحان الله كشيت منه مره، كان عمره 34، استحيت منه كثير. دخل المجلس ريحته دهن عود ويجلس يسولف ويسلم، سبحان الله ما فيه قبول. من اول ما سولف وعيونه ما هي مو عيون واحد جاي يسلم ولا يسالف مع بنت ويطمنها ويسالف عن حياتهم، لا تعرفون نظرات الوحش، شخص مفترس في شراهة تحسون نظرته قذرة. هو هذا الشعور اللي جاني، ويبدأ يطلع من الكيس ساعة الماس ويحطها بحضني ويقول مو قدرك، لكن ما أحب أدخل يدي فاضية. حسيت إنه جاي يشتري قبولي، طمع يحسبني بشهق وبطير فيها، ما أدري إيش كان في باله، لكنه كان إنسان ما يريح أبد لدرجة إني بغيت أرجع الساعة وأقول له أنا ما أخذ أي شيء من أي أحد غريب، كأنه مراهق على كبر ومشفوح. ما أدري ما حبيت، جلست أسلك له وما صدقت متى يقوم من عندي. كل كلامه أنا أحب اللي تدلعني، وأنا أحب اللي تقول لي كلام حلو، وأحب اللي تهتم فيني، وأنا وأنا وأنا. المهم انه قرفني لدرجة اني حتى ما ابتسمت بوجهه، ويوم قام بيطلع حس اني ما حبيته. التفت لي وقال ترى الساعة هذه خفايف ولا ترى حقك اكثر، ويبتسم وانا ودي استفرغ اشتري الاسلوب واطلع غرفتي واجلس ابكي واصيح من قرف نظراته واسلوبه يعيعيعيعيع. يمكنني متعودة على نظرات الحب من خالد، يمكنني متعودة على شخص يقول انتي ايش تبغين، يمكن كنت اقارن شخص بشخص. ومن بكرة قمت وارسلت لاخويا قلت اسمع انا ما اقدر اتحمل ادخل بجدالات كثيرة ولا ابغى كلام كثير، هي كلمة واحدة وما راح اكررها، ابغى اطلق من عبد الله ورجعوا له مهره ولا احد يفتح معي السالفة. وفعلا اهلي سووا اللي ابغاه، رجعوا له المهر مع ساعته، واقتنعت اني حاليا ماني جاهزة لاي ارتباط. وجلست أفكر كيف خالد قدر إنه يتزوج وأنا اللي كنت بقلبه، كيف أحد يقدر يرتبط وقلبه مع شخص ثاني. ورجعت الروتين العادي وقلت لأهلي أي أحد يخطب لا تعلموني، ما أبغى أرتبط بولا أحد حتى لو كان شخص كويس، أنا بشوفه بشع وماني مستعدة نفسي. قررت أسافر مع أمي لمكة، وأمي كلمت خالد تعلمه وتقول له، لأن الولد معانا. أمي كانت معلمة خالد إني تملكت، ولكن قلت لها لا تقولي له إني طلقت، أحس ما أبغى يعرف يعني بالسرعة هذه. يوم رحنا مكة صليت ودعيت دعيت ان ربي يختار لي الحياة والاستقرار والراحة. دق خالد على امي يبشرها ان زوجته حامل، ما اخفيكم اني حسيت بغصة. جلست افكر السنة اللي حبينا فيها بعض، والسنة اللي كنا فيها متزوجين ونخطط لحياتنا ولعيالنا، كيف صارت ملك الانسانة ثانية. دعيت ان الله يهنيهم من كل قلبي، ودعيت ان ربي يعوضني. مسكت يد فيصل ولدي واقول له بيصير عندك اخو، انت اخوه الكبير. بعد رجعتي من مكة ولدي جاته حرارة، وقلت اكيد تغيير جو، وصار تعبان مرة، حرارة وبطنه يعوره. وبما اني ولد كمل السنة وزود صار يعرفني وما يرتاح الا معايا. اخذت اجازة اسبوع وجلست عنده عشان ما يتعب امي، وقلت لامي لا تعلمين ابونا تعبان، خفت زوجته تقول يعني ما تعب الا يوم عرفت اني حامل، وكلام كثير ما ابغى ينقل. جاء اخوي الكبير واخذ ولدي للمستشفى، كانوا يحطون له ابر وتخفيف حرارة. كان اخوي حبيبي يقوم من فجر ربي قبل دوامه عشان يودينا المستشفى، وما كان ينزعج، بالعكس كان ولدي ياخذ الابرة وهو بحضن اخوي. مر اسبوع وخلصت اجازتي، وفيصل ولدي ما زال تعبان، لكني قلت ما باخذ اجازة، يمكننا باذن الله على مشارف العافية. اللي اعرفه ان السخونة ما بتطول اكثر من اسبوع للطفل. خلصت اسبوع الدوام يوم الخميس، رجعت البيت 2 الظهر أمي ما هي في البيت، أخواني مو في البيت. أدق على جوال أمي في الصالة قاعد يرن، شوية لتنزل واحدة من أخواتي تقول جواهر بقول لك شيء بس لا تنهبلين. أنا هنا صرخت فيصل وينها؟ أمي وينها؟ قالت فيصل ارتفعت حرارته وودتها أمي للمستشفى وأخويا معاهم. أرجع لسيارتي أشغلها وأروح، لكن رجلي تجمدت، ما قدرت أمشي وأطيح بالحوش وأصيح.
عجزت أمشي لأن بالعادة إذا ارتفعت حرارة ولدي أمي تدق تعطيني خبر يعني، لكن هذه المرة ما حد دق، ودق على أخوي وأنا أبكي وأقول له بذمتك فيصل في شيء؟ قل يا بنت الحلال ما في شيء بس حرارة، وقال لي أنا بجي أجيبك عنده. يوم قال لي أجيبك عنده عرفت أن ولدي ما رح يرجع معاهم، وأن اللي فيه مو بس مغذية وبيرجع، وهذا آخر شيء سمعته وبعدها فقدت الوعي، ما صحيت إلا أنا بالمستشفى وبيدي مغذي. وأقوم بسرعة أتذكر ولدي وأبكي وأصيح وينه وين ولدي، وإخواني يقولون خلاص اسكتي بنوديك عنده. جلسوني على كرسي ودخلوني عنده بالعناية المركزة. وجه ولدي ما أقدر أشوفه من كمية اللي كانت بوجهه خشمه وبفمه. حطيت راسي على السرير اللي كان هو عبارة عن نقطة فيه وبكيت بدون صوت، بس أون فيني ألم تعب العالم كله فيني. رفعت راسي وقلت يا رب إن كان كل شيء قاعد يصيبني اختبار فأنا راضية، لكن يا رب لا تختبر صبري في سعادتي، لا يصيبه شيء، لا يضره شيء، ولا تاخذه ولا خذني معه. وقتها كان فترة مرض ما قدرت أجلس وقت طويل عنده، وأمي فوق راسها تقرأ عليه، والتفت عليهم قلت إيش صار؟ شلون؟ قالوا الساعة 9 جت تشنجات، ودخلوا على العناية على طول. طبعا طلعوني من غرفته، ترجيتهم إني أجلس ورفضوا. طلعت وأنا ساندة نفسي على أخوي، ولا أشوف بوجهي خالد دوبه جاي ومنهبل يكلم أخوي معصب من متى وليه ما قلتولي؟ ويوم لف وشافني كذا ركض جاء عندي قال جواهر ايش اللي جاء لك كذا فجأة؟ أخوي سحب خالد من قدامي يحس بني بهاوشة ولا ماني رايقت له، لكن من داخلي والله كان ودي أحضنه. ما أعرف الشعور اللي جاني، يمكن عشان أبوه أو يمكن عشان فيصل إذا شافه يحبه ويستانس معاه. رفعت راسي وقلت له تكفى تكفى خلهم يدخلونك عليه، يمكن إذا سمع صوتك يصحى. وقتها أنا منهارة أبكي وأتوقع أن هذيك اللحظة أغمى علي، وما وعيت إلا أنا في البيت. مر أسبوع أسبوع ونص شهر وفيصل حالته ما تغيرت ولا تحسنت ولا زادت. رفضوا دوامي إني أخذ إجازة زيادة لأن توي جديدة، وصرت مالي خلق شي خلاص أبغى أفصل. الوقت اللي كنت أنام فيه أصحى وفيصل مو جنبي، ما هو عندي في البيت كله لا يلعب ولا يضحك، صار بيتنا كأنه بيت وحوش هادي. حسيت أن النصيب بهالدنيا أني أجلس طول عمري أجاهد فيها. ما أخفيكم أن من شدة حزني أني كنت أجهز نفسي أن أخوي في يوم من الأيام بيدخل ويقول لي ولدك مات. صرت أجهز نفسي لأسوأ الاحتمالات، أنام وأنا أبكي بدون دموع، أقوم وأنا ماني في وعي. يوم وقت العصرية دخل أخوي علينا ويقول أبشركم طلعوا فيصل، خلاص طلعوه من العناية ويبوس راسي. أنا ما قدرت أوقف من مكاني، كنت أرجف وأقول له قل والله قل والله، ويحضني ويقول لي أقول لك ما في شيء بعيد على رب العالمين. طبعا أخوي يشتغل بنفس المستشفى اللي فيه ولدي. وقتها من شدة يأسي قلت ما أبغى أشوفه، ما أبغى أشوف ولدي، أخاف أتعلق فيه زود وربي ياخذه مني، ما أبغى أشوفه وأفقده مرة ثانية. وقتها أمي خاصمتني على كلامي، رحت لولدي فيصل كان بالتنويم وحبيبي كان طفشان ما حاله أحد. دخلت وما انتبهت من اللي فيه مو فيه، بس أبغى أشوف ولدي. دخلت وفكيت الطرحة وقلوني خليني أشوف هو واعي ولا لا، وأول ما شافني فيصل ولدي بكى وأطيع السرير وأشاهد وأسجد لربي وأحضن ولدي وأبوس راسه. وإخواني وراي يمسحون دموعهم ويقولوا لي ها شفتي كيف دعاك ما راح، شفتي إن كلامنا صح. كنت ما أبغى أفك ولدي، لفت عليهم وقلهم متى بيطلع، ما راح أتركه راح أجلس معه اللي أشوف مع أخواني واحد ثالث اللي هو خالي. وأنا فاكة طرحتي وهابد وترى الرجال ورايا ويقول الحمد لله على سلامته. سحبت عليه وما رديت. كان فيصل يبكي تعبان وأنا أبكي معاه، ما أعرف إيش يبغى وما يتكلم ولا أعرف إيش اللي يعوره، بس اللي فهمته من وجه ولدي إنه مرهق. وأقول لأخويا تكفى دام حالته مستقرة خلينا نطلعه، وأنا تركت دوامي خلاص والله لا أصير عنده كل الوقت. بس أنا أعرف ولدي ما بيحب يجلس في مكان واحد بيذبح الطفش وما حد بيعرف له كثري أنا، تكفون طلعوه. قال خالد الأزم بطلعه وبجيب معاه ممرضة. كانت أمي كويس لأنه بالتنويم أصلاً ما ينفع يخشون عليه أكثر من شخص، عشان وقتها زي ما قلت لكم كان فترة المرض، وأنا وقتها مستحيل أتركه مستحيل. طالع أبوه ووقع أنه بيطلع على مسؤوليته، ورحت البيت معاي الممرضة وتابع حالة ولدي وكل شيء تمام. بعدها بأسبوع الساعة 7 المغرب جات الفيصل ولدي تشنجات قوية وصار يطلع من فمه زي الموية. والأول مرة أشوف ولدي كذا، أمي أول ما شافته قالت هذه اللي جاء أول مرة، ودق على أخوي عبد العزيز. وأنا ما أقدر أحكي لكم الموقف بالضبط لأني توقعت إني فقدت ولدي وهذه سكرات الموت. أخذوه المستشفى وقالوا حالته غريبة ما نعرف إيش فيه، بس يدونه إبر وخلاص. قام أخوي قدم على طلب المستشفى في مدينة خالد وعلم خالد ونقلوا أوراقه هناك، وفعلا سووا له إخلاء ونقلوه بسيارة إسعاف من مدينتي المدينة
خالد. جلس فيصل في المستشفى 3 شهور، المستشفى الجديد ما طلع منها ولا يوم، وأنا بدل ما كنت منهارة وأبكي منهارة لكنت قربت لربي أكثر، أقرأ قرآن، أتصدق، أشرب ولدي ماء زمزم. بدل ما كنت أسهر بالبكي أسهر بالمستشفى جنب ولدي، أدعي 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 وأقول يا رب أنا رضيت باللي كتبته، هون علي الشعور اللي قاعدة أحسه وخليني راضية بكل شيء راح يجيني. بعد 3 شهور من التنويم اكتشفوا إن اللي في ولدي مرض نادر جدا وما له علاج، مرات تشنجات، مرات إغماء، مرات يحس بألم بكل جسمه، مرات يستفرغ دم. دخلوا علي الدكاترة وقالوا أنت صغيرة وواعية وفاهمة، إن اللي في ولدك شيء ما لنا يد فيه إلا إنه يكون تحت عيوننا، وجلوسك عنده ما راح يغير شيء. قرروا إنه يجلس عندهم إلى ما يصير عمره 3 سنين، وبعدها بيسوون له عملية، وقالوا أنت صغيرة قومي شوفي حياتك وزوري ولدك متى ما حبيتي، لكن وجودك عنده ما له أي فائدة، خلاص مصير ولدك إنه يكون بالمستشفى، وإن شاء الله بعد ما يصير 3 سنوات يقدر جسمه يتحمل عمليات نسوي له العملية، لكن بهذا العمر ما نقدر نديه شيء، وما دام نديه تشنجات لازم تكون الأجهزة عليه، ولا يمكن هذه التشنجات تسوي له توقف بالقلب، ما نقدر نطلعه. جو أهلي وقالوا امشي ارجعي معانا، وخلينا نروح لمكة تدعين وكذا، طبعاً أهلي كانوا يجوني كل نهاية أسبوع ويرجعوا، رفضت إني أروح معاهم وأنا بس أبكي، يا ناس هذا ولدي غنان كيف يبغوني اتركه وهو حي يتنفس؟ صاحين دولا قالوا بيجلس سنتين وعليها، قلت والله لو يجلس دهر ما راح اطلع من هنا الا لما يطلع هو، تركوني انا كذا مرتاحه. رجعوا اهلي يوم السبت لمدينتهم وانا عند ولدي، الساعه 10 في الليل نظره بدا يتغير، عيون ولدي حرك يدي على عيون ولدي ما تتحرك، عرفت انه بيجي تشنج، واللي خوفني انه كل ال3 شهور اللي راحت ما تشنج الا مره واحده. طلعت من الغرفه وانا لابس العبايه وانادي النيرس، جو يركضون معايا وشافوا الجهاز حق تخطيط القلب صار يطلع صوت وفي رقم قاعد ينزل، وواحدة ماسكة الساعة بيدها تحسب ومن كلامها تقول للي معاها نادي الدكتور بسرعة، وبغمضت عين شالوا ولدي من قدامي ويقولون لي لا تجي، ويركضون وأنا أركض معاهم، وأنا الحالي ما أعرف شي، أخذوه أختفوا من قدامي. أهلي خلاص في نص الطريق لو أكلمهم بيسوون حادث بهبلهم، ما جاء في بالي إلا خالد وأدق عليه وأنا أبكي وأصيح، وأول ما رد كان منفجع لأنه عارفني أنا ما دقيت بنفسي إلا في شيء، وأنا بغرفة ولدي جالسة على الكرسي وأنتفض ما أعرف إيش سووا فيه، فين راحوا. شوية اللي يدخل خالد علي ومعاه حرمة، قال إيش بك فين تصل؟ قلت ما أعرف، روح أسألهم ليش أخذوه. إلا تمسكني هذه الحرمة وتقول اجلسي لا تتحركين، بيسأله وبيرجع. قلت انت مين تسمي علي وتديني مويه وتقول امسكي هذه ما ادري فيها وبسم الله عليك وما ادري ايش، وقالت انا خالتك ام خالد، وانا اول مره اشوفها كنت محتاجه احد يكون معاي وامسكها واحضنها كي واشاهد، وقلت كفين يا خاله ابغى ولدي خليهم يجيبونه. تجلسني على الكرسي وتقول لو الولد في شيء كان جو علمك، بس ما في شيء ما في شيء يا بنتي، وانا بس ابكي. وشويه اللي يدخل خالد هو بالقوه يتنفس ويقول ما في شيء بس حطوه بالعنايه لانه التشنج اللي جاك كان قوي مرة. بمجرد ما سمعت اسم العناية أنزل راسي وأقول يا رب يا رب، ما قدرت أدعي بولا شيء، ماني كنت قادرة أتكلم حتى. تمسكني خالتي من يدي تقول ما في شيء استهدي بالله، أحط راسي على ركبتها وأبكي بقهر، كار غريبة إني أنا أكيد سويت شيء بحياتي خلاني أعاني، جلست أفكر أنا ما عمري ظلمت أحد ولا عمري أذيت أحد. قالت خالتي اسمعي دام بالعناية أمشي ارجعي معاي للبيت، خلاص ما رح يطلع اليوم ولا طلع أرجعك ولا ترجعين عند أهلك. قمت وجلست على الكرسي قلت لا بجلس لما يطلعون ولدي. خالد يقول امشي ما رح يطلعونه ممنوع تدخلين عليه، قال امشي، وأصرخ بوجهها قلت لا ما رح أخليه أنا قلبي مو ميت مثلك، أترك ولدي وأطلع. طلع خالد راح جاب الدكتور وجاء، قال الدكتور اسمعي تبغين تجلسين اجلسي بس ترى هذه الغرفة المريض ثاني رافضين نستقبله عشان عندنا قلة بالسراير، إذا أنت حابة تنتظرين انتظري بالبيت وأول ما يطلع من العناية أكيد بنرسل لكم. طيب بنتظره برا بالكراسي، قال أنت عارف إنه ممنوع عشان المرض. شلت أغراضي وقالوا شيلي كل شيء يخص فيصل لأنه خلاص هذا السرير بياخذ أحد ثاني. جلست أشيل أغراضي وأنا أشاهد وأبكي وخالتي تشيل معاي وأنا ما أعرف فين بروح، وأخذ شنطتها الصغيرة وأطلع، خالتي تحط الطرحة على راسي تقول تغطي يا بنتي ترى كاشفة، وأخذ الطرحة أحطها على راسي وأطلع. وبنص الطريق وأنا نازلة وقفت قلت لحظة أنا فين بروح؟ يناظرني خالد قال بنبرة خوف اللي تبغين، قالت أمه روحي معي تعالي ارجعي معاي. ولكن استوعبت شوي إن هذه خالتي أم خالد وهذا خالد اللي تزوج علي تركني أنا ولدي، وأخذ شنطتي من يد خالد قلت لا ماني رايحة عند أحد بكرة أخوي بيجي، وأمشي وأسحب عليهم. وخالد يركض ورايا ويا بنت الحلال يا بنت الحلال ما يصلح تصير لحالك لو يجيك شيء، لو تجي لك رسالة شينة يجيك شيء لحالك. والتفت عليه قلت ما شاء الله أنا أهمك يهمك مرة إيش حيصير لي، روح بس أنت أمك فارق عن وجهي مالك دخل، طيب خلك بحالك يلا طيب خلاص روح لبيتك. قلت إيش بيتي؟ قال لي كنت فيه قبل ما في أحد إلا أنت بحالك.
بيت مالي بيت، بروح معك لشي. بيت أمه مسكتني قالت روح للبيت وأنا بجي معك. إلين بكرة ويصير خير، الحين الساعة واحدة. لو يصير لك شي من بيجلس مع فيصل بعدين. وقتها هجت، ما كان عندي خيار ثاني اصلا. ركبت معاهم ورحنا للبيت اللي كنت فيه اول قبل وانا متزوجه. واول ما دخلت فرشت فراشي ونمت نومه اللي خلاص ما في اي طاقه. قمت الساعه 12 الظهر على رنه جوالي، اخوي عبد العزيز اتصل. رديت عليه قال لي صوته واضح خايف وعرف انه ولد في العنايه. قال كيفك انت طيبه؟ قلت له انت جيتوا؟ قال اطلعي انا برا. وبسرعه استوعب الغرفه اللي انا فيها. يما انا جيت البيت لما انا كنت مع خالد جلست اشوف المكان شبه مغبر. يلا ذكريات رجعت لي كل لحظات وأنا حامل. يقول والله عيشك أمير، أنت أمك ترغود المشاعر والحب. تذكرت موقف من خلاص بدأ يبين بطني، وصرت بين فترة وفترة أتوجع من ظهري وأسند نفسي على حافة السرير. وكان خالد كل ما يشوفني أتألم يقول لي أوعدك بس تجيبين النونة لأعوذك. عن كل تعب تعبتيه ترى أني من يوم ما ولدت فيصل وطلع على الدنيا ما ضحكت لحظة بسبب فيصل ولا عوضني عن ولا شيء. بالعكس ما جاني إلا تجريح وإهمال وظلم وتخلي. جلست أفكر أقول يا الله اللي كان يسوي لي خالد كانت عيونه تتكلم. معقولة كان يمثل؟ معقولة سنتين يمثل علي الحب؟ بخوف علي، اهتمامه فيني، دلع علي. كيف يروح بسرعة؟ مين اللي وقف معاي وشجعني وخلاني أحمل وحاولت وتعالجت عشان أحمل؟ ليه طيب يوم جبت ولد يتغير كل شيء؟ معقولة كلام الأم يقلب الأب حتى على ولده؟ دخلت وضيت وصليت الفجر والظهر وأخذ شنطتي أبغى أطلع وأشوف في الصالة خالتي أم خالد. والله نظراتها لي كيف كانت غريبة. كانت جالسة وقدامها ثلاجة القهوة والتمر، جالسة تتقهوى وتقول لي تعالي تقهوي قبل ما يجي أخوك. قلت لها لا شكرا أخوي برا. أول ما ركبت مع أخوي عبد العزيز وجهها متصبق يعني منخرش. قلت له إيش فيك؟ بدينا ترجف ويحاول إنه يمسك أعصابه. قال لي كيف ترجعين معاهم للبيت؟ تدخلين بيت ولدهم؟ أنت ما تفكرين؟ ما تحسين؟ ليه تحطين نفسك بموقف إن هم متفضلين عليك؟ ليه ما دقيتي وأنا بنص الطريق أرجع وآخذك؟ وكلام كثير. نظرت قلت والله يا عبد العزيز إني ما فكرت حتى أنا لابسة عبايتي ولا لا. أخذ ولدي قدامي ولا عندي أحد ولا أبغى أفجعكم بالطريق. واجلس اتكلم وابكي مسك راسي وسلم علي ويقول ادري بس حتى ولو لا تخلينهم يتفضلون عليك بشيء. وطبه لي فينهم؟ قال رجعتهم امس ومشيت الصباح اليوم. اول ما قال لي صاحب لي في المستشفى ان فيصل دخلوه العنايه مسكت خط ودقيت على خالد وقال لي انك مع امه في بيته. جن جنوني يا جواهر، قلت اني ابغى اصير قريبه من ولدي ما ابغى ارجع لمدينتنا. قال ترى ما تقدرين تشوفينا اليوم عشان المرض وما ادري ايش منعوا العنايه اليوم الزياره. من شده حزني ما ترجعت احد. سندت راسي كده وسكت ودموعي هي تتكلم عني. عبد العزيز كل شوي يقول أكلتي؟ تبغين فطور؟ تبغين غدا؟ وأنا ما أشتهي ولا شيء. ومن 12 الظهر إلين العصر وأنا في السيارة وعبد العزيز أخوي يفور من مكان لمكان وينزل ويركب ويكلم بالجوال. بالأخير وقفني بعمارة وقال يلا انزلي. قلت وين إيش هذه؟ قال هذه شقة قريبة من المستشفى، إذا دخل فيصل العناية تجين هنا. عمارة عوائل وما عليها خوف. قلت عبد العزيز أخاف أسكن لحالي. قال مهبول أنت خليك لحالك أنا بجلس معك وإذا صار عندي شغل يجي معك محمد أخوي الثاني. نزلت وأنا قريبي مع ولدي ودي أني أنام بالمستشفى إلين ما يقولون خلاص نزلنا التنين. مر أسبوع بجلوسنا في الشقة هذه ولدي فيصل ما طلع من العناية وكنت أشوفه من وراء القزاز وما أشوفه زين كله أجهزة. نهاية الأسبوع جاني أخوي عبد العزيز وقال يلا تجهزي احتمال يطلعون التنين وأتجهز وأروح وللأسف ما طلعه. واليوم الثاني نفس الحكاية وأتجهز وأروح والحمد لله طلع. كان فيصل ولدي عبارة عن جسد هزيل تعبان ما في حيل ولا يفتح عينه، قطع قلبي، حالته ساءت كثير، ملامحه تغيرت كأنه شخص عايش ألف سنة ما كأنه طفل. حمدت ربي إنه طلع وأمي كانت معايا وتقرأ عليه وتقول لا لا الولد طيب طيب الحمد لله. وأنا أعرف من عيون أمي وأخوي أن ولدي مو طيب. جاء خالد وأمه من خروج ولدي بساعة تقريبا وهذه كانت أول مرة أمي تلتقي بأم خالد. وأنا كنت جالسة فوق السرير عند ولدي فاصل وما أعطيتهم ظهري ولا لي خلق أقوم أسلم على أحد. جت هي سلمت علي أم خالد وراحت سلمت على أمي. أمي كانت طبيعية جدا، مدت لها قهوة بعد ما سلمت طبعا على فيصل وفيصل طالعها مستغرب ما يعرفها. وأول ما شاف أبوه ضحك ولمعت عيونه فرحت مرة. صرت أناديه أبغى يطلع ردة فعل. قام خالد يلعب وصار يستجيب لولدي. كنا تجمعنا عند راسه وصرنا نشوفه وهو يلعب ويضحك ويتكلم. فجأة بدأ يتألم يبكي شوي وأنا وأمي نبكي معه وكالعادة وأقول له إيش يوجعك إيش يعورك؟ كان بس يطالع فيني ويبكي. الموقف كان يقتلني يعذبني
ولدي يتوجع ولا أدري إيش فيه ولا أعرف إيش يبغى. وقتها أنهرت، مسكني أخوي يقول ما ينفع تبكين كذا قدامه وتنهارين، وخري وخري. وصار خالد هو أمه يلعبونه. جلس ولدي على هذا الحال لمدة شهر. مرة أهلي يجون يرجعون، وخالد وأمه يوميا في العصر يجون إلين بعد المغرب. بعدين الصبح يجي خالد قرابة الساعة كذا يشوفه ويطلع، وأنا تقريبا كنت ناسي إيش يعني نوم وراحة. أي أحد يدخل علي أفز، ممرضات، متدربين، دكاترة، خالد، أمه، وهذا غير بكاء فيصل المتقطع. بعد ما جلس ولدي فوق 8 شهور بالمستشفى وحالته ما تغيرت، ما بين خالد وأمه وأبوه وأخوانه وأهلي وأخواني وزيارات من بنات خالة أمي، كان هما من نفس المدينة اللي فيها المستشفى. كانت تيجي واحدة كبيرة منهم تقرأ على ولدي فيصل، يوم إيوة ويوم لا. وصرت أنزل فيصل من السرير خليه يحاول يمشي شوية، وأبوه مرات يمشي بالممرات، ولكن ما نطول لأنه كان يتعب. كان كل ما شلناه يبكي، يعرف ان احنا بنرجعه للسرير. ما احتاج اقول لكم ان كل دمعة تنزل من ولدي فيصل كانت تنزل من عيوني عشرات الدمعات. بعد بكم يوم كنت صاحية الساعة 1 الظهر، كنت صاحية وفيصل ولدي صاحي وهادي بسريره مروق ما عليه. شوي اللي اسمع صوت كعب، استغربت، ترى ما تلبس كعب مزعج لهذه الدرجة. كان الصوت يمر لستارة ولدي ويرجع. شوي لوحدي تفتح الستارة كده بكل خشونة، وفزيت أنا وولدي، حطيت يدي على صدر فيصل وجلست أسمي عليه أنفجع الولد، لأن كان وقت الظهر ما في أحد، هدوء. وأشوف بنتين واقفات قدامي، واحدة محجبة، واحدة طرحة كده بس فوق راسها وشعرها يعني باين. فقلت حواجبي كده قلت شكلهم غلطانين، ما أعرف أحد بهذه الملامح يعني من أقارب أمي اللي موجودين. أظافرها طويلة، الوجه كله عمليات تنفيخ، رموش، طالعني من فوق لتحت، وتأشر بكده بصفحة على ولدي، تقول فيصل صح؟ قلت ايوه، وانا كذا من دفعه وعيوني كذا عاد حواجبي، المنظر يوتر. مين هذه وكيف تدخل علي كذا؟ قالت انا تغريد زوجة خالد، وطالع بطنها شكبرة ومليون علامة استفهام فوق راسي. ليه جاية؟ ما فهمت، ما اعرف عنها شيء ولا شيء، حتى اسمها ما اعرفه. وحتى لو جاية تتطمن شكلها مو شكل واحدة عندها ذرة حنان. وعصبت لاني كنت واقفة عند ولدي بدون عباية، بدون ما اترتب، ولاني مستعدة لدخول احد. كنت كذا لام مشاعري ولابسة بجامة وشكلي واضح اني منخرشة. قلت ايه وهلا؟ قالت شلونه بخير؟ هي واقفة مكانها حتى ما نزلت تقرب تشوف. قلت الحمد لله بنعمة. قالت متى بيطلع؟ قلت مدري. كانت واقفة توجه لي أسئلة ما كانها جاي تسأل عن ولدي. رجعت لورا لبست عبايتي، هي قاعدة تتكلم. قالت تدرين أنا ما بقي لي شيء وأولد. قلت الله يهون عليك. قالت إيوة الله يهون علي، بس جعلك ما تتهنين بعافية ولدك. إذا كنت تفكرين بطريقتك هذه تكسبين عاطفة. أنا هنا سكت، شو أرد عليها؟ حسيت لو برد عليها وهي منفعلة كذا تجي تضربني أو تأذي ولدي وأنا ما حولي أحد. قلت لها إيوة. قالت أنا مو بقي لي شيء وأولد، وأنت لك شهور ما غيرك راكضين بخالد من عيادة لعيادة اللي ما تخافين الله، ولا تحسبين ان ولدك بيطيب وانت هذه نيتك. ترى ولدك ما في شيء، ما قرروا للدكاترة شيء، هذا انت اللي تتبلان عليه عشان يطول بالمستشفى، ولا ايش فيها عيادات؟ وذكرت اسم مدينة اهلي. ليه جايبتها هنا عندنا مدينتنا؟ ولا شفت ان خالد ما يقدر يجيك كل يوم عندك؟ قلت يلا اقربه منه اكثر وخلاص، خالد طلقك وانت اختتي تاخذين ولدك معك، انت اللي تتحملين مسؤوليته انت واهلك. كيف انا على وجه ولاده وزوجي لاهي معك انت وولدك ونتهاوش كل يوم على دي السيره؟ اسمعي، يا تكفين خيرك وشرك، ولا تراك للحين ما سمعتي لي صوت ولا عرفتي مين تغريب. وتجلس تتكلم تبربر كلام كثير، ما اعطتني فرصه لا اجاوب ولا ارد. نهايه كلامها قالت ضفي ولدك ورجعي بمدينه اهلك، ترى كل اللي عليه مغذيات اكسجين مو شيء صعب. وقتها جاني غضب العالمين كله، ما همني تقول فين اللي تقوله، لكن ولدي كلم عليه وكأنه جثة أحركه من مكان لمكان. مسكت أعصابي وقلت لها انقلعي انقلعي، يلا يلا انقلعي، اطلعي روحي قولي هذا الكلام لزوجك مو لي، أنا ما طلبت منه شيء، هذا ولده. صارخ وتعلي صوتها وتتلفظ بكلمات عمري ما سمعتها من شدة قدارتها. يوم شفت ولدي بدأ يبكي مسكتها من يده وسحبتها للباب هي واللي معاها، وتوقف برا وتطلع دموع تماسيح وتمسك بطنها وتدعي علي وعلى ولدي. أصفق الباب وفجعها ودق على أخوي عبد العزيز وأعلمه، وأنا بالقوة أتنفس، خفت إنها شوي تسوي لي شيء ولا تتبلاني بحاجة. إلا جيني زميل أخوي اللي يشتغل بالمستشفى ويقول لي اهدي، وأقول لا شوف ولدي ولدي، شوف وضعه لأنه فعلا خاف منها. راح شيء عليه وقال ما في حاجة، وصار يلعب معاهم ولدي يضحك. جلست اتنفس اشرب مويه، انا عمري ما دخلت جدال مع ناس تفكيرها متخلف، وطول عمري ما اعرف ارد على احد يعلي صوته هو قاعد يكلمني. حرفيا نسيت كل شيء عند ولدي، وكنت خايف على بطنها، خفت انها تسوي شيء تتبلاني انا. وامسك زميل اخويا هذا واعلمه كل شيء، وقلت له ترى والله اني ما سويت لها شيء، بس مسكت يدها وطلعتها برا. قال ما عليك ما تقدر تسوي شيء. بعد 45 دقيقه بالضبط دخلت علي خالتي مسرعه اللي هي ام خالد. قالت شلونكم؟
إيش بكم؟ فيصل طيب؟ قلت لها أيوة طيب. تغريب جد؟ قلت أيوة. قالت إيه مسكينة، تراها متهاوشة مع خالد وتعرفين هرمونات الحمل، وتجلس وتطرحها وتكلم خالد وتقول له تراني وصلت، واللي فهمته إن خالد علاقته بزوجته شبه مقدومة، واللي عرفته كمان إن تغريب مهبلتهم من جنونتهم من خوف خالتي وركضتها ليا، عرفت إنهم يتوقعون منها الأسوأ. استغربتهم مش عرفهم. دقيت على أخوي عبد العزيز وقلت ترى خالتهم خالد جد. قال أيوة خليهم يتأدبون. قلت شو السالفة؟ قال عبد العزيز أنا دقيت على خالد ومسحت فيه الأرض، ولو تجيك مرة ثانية أقسم بالله لأوديها بداهية هو وياها، وعلمينا أي أحد يجيك. والله قضيت هذا اليوم بتوتر وخوف وقلق، يعني زود علي تعب ولدي يجيني هذه المعتوهة زوجة ولدها اللي كانت تشبه كل شيء إلا الإنسان. كانت ملامحها حادة بشكل مخيف، وكانت مبين أنها كبيرة ما هي صغيرة. بس استغرب يعني خالد تزوج وأخذي، استغربت ليه خالد مرسل أمه فين هي، ليكون هذيك حبسته. جت علي أفكار من شفتها أفكار مرعبة، وجلست أضحك وأقول تستاهلي شوي اللي يجي خالد. واضح انه كان مستعجل، على طول تغطيت وامه ترحب فيه وشوف فيصل ما فيه الا العافيه يا ربي لك الحمد وطالع فيني. قال جت تغريد ما ردت عليه طنشته، جلست اعدل مخده فيصل ولدي. قالت امه اي جت وتضحك يا ولدي هرمونات حمل. قال خالد تاكل تبن هي وحملها، وكان مغصب ويتكلم ويرمي بالكلام، وامه تضحك وتحاول تهديه لا يقول شيء عندي. قالت امه يا ابن الحلال تعرف تغريد قلبها ابيض ولا تدري ان فيصل بحسبه ولدها؟ انا هنا طارت عيوني وانفجرت، قلت تخاسي هذه تصير أم الولد، تخاسي وتبطي وتعقب تصير تحت مسمى أم أصلا. وقلت لهم كل شيء قالت لي، وقلت لخالد اسمي إذا براسك شيء أنت زوجتك طلع ببيتكم، أنا وولدي مو حق تصفيق حسابات، مو ناكسين زومبي يدخل الظهر اللي فينا مكفينا. امسك حرمتك لأني سكت هذه المرة علشان لفرطنها، لكن ثاني مرة والله ما أسكت لأحد. لحد يجي يتعرض لفيصل، قال وانت تحسبين فيصل ولدك لحالك؟ هذا ولدي غصب عنك أنت وأخوك، وأنا للي الكلمة بكل شيء عليه. قلت لا ما هو ولدك. قال إلا ولدي. قلت لا مو ولدك، ويبدأ يشدها بالكلام وأمه تمسكه. قلت تعال إيش بتسوي يعني؟ إيش بتقول إيش بتقول؟ هذا ولدي. إيش بتقول إذا كبر؟ أنا أبوك أحبك وربيتك وأنت كنت رافض تعترف فيه، ولا أحد من أهلك تنازل وجاه أول ما جاء الدنيا. إيش مسمى الأبوة عندك؟ إني ناديك بابا وبس؟ صرت أبوه واعترفت فيه، راح بالمستشفيات فينك عني يوم تركته كم شهر عشان تلاحق التبن اللي ما احترمت ولدك في غيابك، وجت وترمي بالكلام وتدعي علي وعلى ولدي قدام عيوني كمان؟ لا تخسي تصير أبوه وأنت راضي بكل شيء قاعد يصير له. وبدأ صوتي يتقطع كذا وأبدأ أشاهد وأبكي وأحاول أطلع عتاب سنين كاتمت بقلبي. قلت له عمري ما دقيت عليك أعاتبك أو ألومك على شيء، ما لومتك على ولا شيء سويته فيني، ولا عن أي وعود قلت إنك بتسويها علشان، لكن ولدي ما أسمح لك لا أنت ولا اللي أكبر منك يتعرض له بكلمة مو كويسة. من جابت زوجتك ولد بتصير أبو فلان، ما راح تصير أبو فيصل. روح برب أمك بقبيلتك اللي بتدخلك الجنة، ولدي ما يتشرف فيك ولا بنسلك ولا حتى بأصلك، كل أهلك دين وملتزمين وأنتوا ما اعترفتوا بولدي اللي يوم صار بين الحياة والموت، كم أهله وإنه محسوب عليكم. حن قلبك وطلع لك لسان يوم إنه صار طريح فراش، ولا لما هو بالمهاد أشيله وأرضع وأهتم فيه وأأكله وأشربه وأسهر عليك، أنت كل ليلة تراكض عشان تأثث بيتك وتحقق حلم أمك اللي عليه أنبنت عاسة ولدي، وما صار يشوف أبوه وقتها بكيت عزت علي نفسي ولدي. متى أسكت وأسكت وأسكت؟ انفجرت ومرة واحدة قلت كلام كثير. ليش تخليني أحمل إذا بتخلي ولدي يتشتت ويتعذب مع أهلك والجهل اللي هم فيه؟ جلست فوق السرير وحضنت فيصل ولدي، وكان يبكي وأقولها بصوت عالي حسبي الله عليكم، وأعيدها حسبي الله عليكم، أقولها وأنا محروقة قلبي محروق، وأسمع أم خالد تشاهد وتبكي وتقول الله يهديك يا جواهر، أنت فهمتي غلط، هذا ولدنا كيف ما نعترف فيه؟ تتكلم وأنا مطنشتها. خالد كانت عيونه حمراء ونظراتها بيني وبين فيصل، ولا عرف يرد علي بكلمة. التفت على خالتي قلت لها روحي يا خالة تأخر الوقت، اللي بتقولينه ما راح يغير شيء، وأنا ما يهمني الآن إلا صحة ولدي وما أبغى منكم شيء ولا ولدي بحاجتكم. جت خالتي قالت لا يا جواهر حيب هذا الكلام ما أسمح لك. بعد شد وجد وراحوا نمت. من بعد شهور نمت نومة عميقة، تعب مجاهدة نفسية وشد بالكلام، وحلمت أن ولدي فيصل صار رجال كبير ووجهه كان قبل ما يتعب بشوش وبريء، وكأنه جاي يدخل علي البيت ويقول لي أمي أنا جوعان أبغى آكل. وقتها فزيت من نومي، قمت لأشوف أشوف ولدي فيصل جالس على السرير ما هو منسدع. استغربت وقمت له بسرعة أشوف اللي هو قايم من نفسه. وقتها طرت من الفرحة، وقتها كنت بدق أبشر أمي أن فيصل جلس من نفسه. شوية اللي يدخل علي أخوي عبد العزيز،
قوة الفرحة إن جاني قمت على طول وحضنته. قال إيش فيك؟ قلت فيصل قام يعني جلس من نفسه. انبسط أخويا قام يشيله ويلعب معاه يطلع له لعبة جايبها. قبل ما أنام رددت إن مع العسر يسر. فعلا صحيت وأنا طايرة من الفرحة. فيصل صار يقوي نفسه وأخويا جاني. فجأة حط الأغراض أخويا عبد العزيز كان جايب لي قهوة ودونات وجايب الولد فيصل كم لعبة وطلع يكلم الدكتور يسأل عن فيصل. ما أمدى أخويا يطلع ليدخل خالد وأنا أول ما شفتها أول مرة بحياتي يكسر خاطري. كان وجهه تعبان واضح إنه ما نام وعيونه حمراء تعطي علامة إن هذا الإنسان كان يبكي ليلة كاملة. وجاف بالي كلامه أمس وهو يقول لأمه كل اللي صار لي بسببك. رحمت ضعفه وقلة حيرته وتشتته بين زوجته وأمه وولدي. تذكرت أمس وأنا أقول حسبي الله عليكم استغفرت ودعيت إن ربي يغفر لي ويسامحهم ويشفي لي ولدي. دخل وسلم جلست جنب فيصل ومسك يده وما فيه حالي لعبه والتفت علي وقال جواهر ما في كلام أقدر أقوله إلا أن كل اللي قاعد أسويه لولدي من كل شيء. يعني ما يحتاج أقول لك إن الندم أكلني لكن أنا أحاول أعوض الأيام اللي ضيعتها بدون فيصل وما أقدر أقول إني أنا ما أخطيت في حقكم إلا مخطي ومخطي كبير. لكن أعطيني مساحتي كأب مع فيصل وخليني أسوي اللي يطلع من قلبي ويشهد علي ربي إني أدعي إن الله ياخذ من عمري ويعطيه. أنت أكثر واحدة تعرفين إيش يعني لي فيصل من كان في بطنك لكن إيش صار ما أدري بس اللي أعرفه إن اللي صار كله أنا ما أخترته. كنت أحاول إني أسمح خاطر أمي بعد زعلها بس ما توقعت إني بظلم نفسي وظلمك معاي بس رحتي مني وشي غصب عني. لكن والله لو إنك رجعتي معاي بهذاك اليوم اللي جيتك فيه مع أبوي صدقيني كان ما صار كل هذا. أنت خليني أقضي مع فيصل باقي أيامي وأشبع من الشيء المشترك بيني وبينك وحطي براسك وبراس أخوك عبد العزيز إني أنا ماني عدوك مثل ما أنتوا تأديتوا حتى أنا تأديت. أول مرة أحط عيني بعينه وقاعد يتكلم حسيت بقلبي غصة نبرة صوته نبرته قلة حيلته. حسيت إن خالد قاعد يمر بأيام صعبة وخسر فيها حتى نفسيته. حسيت إني ضعفت شوية وأنا أشوفه كذا مهما جاني منه ما كنت أبغى أشوف خالد في الموقف هذا أبدا. نزلت دموعي وأنا ما بيدي شيء. سألتك تغيير جو إذا اللي في بطن زوجتك ولد إيش بتسميه؟ قال صدقين ما أدري هو اللي في بطنها ولد بس ما فكرت. وأنا في قلبي كسرت خاطر خالد وولدي بنفس الوقت أفكر بأخوي عبد العزيز كيف إنه صاير ما يخليني ولا لحظة ويجيني في كل وقت ويرجع نفس اليوم بس عشان يحسسني انه معايا واني انا ماني لحالي. صرت احس بثقل كبير على قلبي لامي لاخواتي. اشتقت انام على سرير مريح اشتقت احضن ولدي وانومه معايا بسريري. جاء بكره سلم علي اخوي عبد العزيز وراح وصرت عند ولدي فيصل احاول اخليه ينطق بعض الكلمات الاعبه. جت عند الممرضه تقول بعد ساعه بيسوون اشعه لفيصل وراح ياخذونه. مسكت فيصل وانا احاول انومه العب بشعره وهو ماسك يدي وادعي ان ربي يحقق الحلم اللي تحلمه أن يكون كبير قدام عيوني يتحقق. سحبوا فيصل ودوا للأشعة وأنا وراء أمشي وجاني شعور ركادة. سمت عليه استودعتها الله وجلست استناه برا وخالد كان موجود ويستناه عند الباب. ساعة ساعتين ثلاث وفيصل ما طلعوا إلى الآن. قال لي خالد ارجع للغرفة إن طلع بجيبه لك. رفضت. صارت الساعة 11 قبل الظهر وللآن ما طلع. وقل لخالد روح كلم الدكتور وقالوا إنه بيطول الأفضل إني نستناه بالغرفة واحتمال بعد الأشعة يرجعونه للعناية احتياط. استغربت اشتخل العناية بالأشعة ولدي ما جاء لا تشنج ولا شيء. مرت ساعات إلى الساعة 5 العصر وللآن ما خلص. قلبي عورني لأنه دائما يخلصونه بساعتين. شوي اللي أشوف مع الناس الرايحة والجاية زول أخوي عبد العزيز. أول ما شفته انهبلت قلت ليش جيت؟ إيش في فيصل؟ عرفت إن أخوي عبد العزيز مستحيل يرجع وهو أمس ماشي. وأشوف خالي أبو خالد مع عياله ورا وأخوي أشوفه يجي عندي ويضمني ويقول لي اذكر الله يا جواهر اذكريه. أول ما قال لي كذا عرفت إن ربي أخذ اللي أعطاني. مسكت يد أخوي وقلت له مات ويقول قولي لا إله إلا الله. طيب فيصل مات ولا بالعناية؟ يقول لي الله عطاك إياه والله برحمته أخذه. أنا واقفة أدور خالد يمكن فيصل معاه وأشوفه جالس بالأرض وأبوه وأخوه فوقه وعرفت إن خلاص ولدي عند ربه. صرخت كل ما بقى لي من قوة تحمل وطحت بثقلي على الأرض وأسجد لربي وأقول الحمد لله يا رب الحمد لله يا ربي أنا ما أعترف يا رب قويني. سبحان الله من قبل ما يأخذون ولدي من عندي وأنا حاسة بشعور غريب كأن ربي أنزل علي السكينة والرضا. الصرخة اللي صرختها بسيب المستشفى عن 1000 دمعة. أخوي عبد العزيز وقفني يحاول يقويني ويمسكني قلت له تركني أقدر أمشي. تحملت كثير وشفت كثير. صار لي قرابة السنة بالمستشفى وما باقي على عملية ولدي إلا سنة ويمكن بعدها يطيب ويعيش ويمكن يتعدى كل حياته.
رجعت الغرفة وأنا أمشي مثل الجثة، ما عندي شيء أفكر فيه. أول ما دخلت غرفته وأشوف ألعابه وملابسه وأنا أطيح من شنطته ورفضت إن أحد يشيلها. أنا اللي أشيل ملابس ولدي، أنا اللي أنظف غرفته. شليت ملابسه وأشمها وأتذكر الحلم. وشو يعني أنا بشوف ولدي كبير بالجنة؟ يعني هو صار طير خلاص، كمل باقي عمره بعيد عن عيني وحضني. قبل ما أطلع من الغرفة أشوف أبو خالد جاي يحضني يبوس راسي ويعزيني، وأنا أمشي وأصيح ما أعرف إيش اللي حالي أو إيش قاعدين يقولون. وأشوف الممرضة اللي كان يحبها فيصل كانت تبكي بحرقة، تجي تحضني وأقول لها راح فيصل، يعزوني في كل الموجودين. السيارة وأول ما ركبت سألت أخوي عبد العزيز عن خالد فانا، قال إنه تعب وأعطاه مرضي ووداني أخويا البيت بنت خالة أمي اللي كانت تقرأ على فيصل. ما أتذكر كيف استقبلتني، بس اللي أتذكر إني طحت بحضنها ونمت بعبايتي وأغراض ولدي بالأرض جنبي. نمت نومة هدت الحيل والضعف، تقول كنت قاعدة أظن أقول يا رب إني أقوم وما عاد فيني هذا الشعور، شعور يوجع القلب. نمت وأنا اعتبرت إن النوم هروب من كل شيء راح أشوفه بيمر علي. نمت الفجر هم مغطيني وفوقي مغذي وممرضة، أخوي عبد العزيز نايم معايا بنفس المجلس وبنت خالة أمي بعبايتها فوق راسي. أول ما قمت وشفت المغذي بيدي أسترجع الموقف، إيش آخر شيء؟ ولدي مات ولا بالعناية؟ وألتفت أناديها هند قومي اللي هي بنت خالة أمي، إيش صار؟ فيصل وينه؟ يتسني علي وأشوف أخوي عبد العزيز يقوم واضح عيونه حمراء، ما كان نايم، كان يبكي، جاي يحضني ويقول لي ابكي طلع اللي فيك لا تكتمي. قلت له دفنت وقال بكره الظهر ان شاء الله. وجاني قلبي وانا اتخيله بالثلاجه وبرد عليه ودي اروح اجيبه بحضني الين بكره الظهر، واجلس ابكي بحضن اخوي. جوا مويه 11 الظهر واخوي بشماغ وبدون عقال وخواتي وخوالي موجودين وخالتي اخت امي تقرا علي. اول ما قمت قلت فين امي؟ احس اكثر شيء احتاجه هي. قالوا ما جات ما تحملت. قلنا لها لا تجي. يقوموني اخواتي اتروش واوضي ولبست وجابوا لي عبايتي وانا كل الوقت اصيح وابكي. قال اخوي عبد العزيز يلا لا نتاخر. قلت فين بنروح؟ خلاص رجعوني لمدينتي. جت خالتي اختي قالت يا جواهر انت مؤمنه روحي غسليه واذا ما تقدرين روحي سلمي عليه. صرخت وبكيت قلت لا ما ابغى اشوفه، تكفون ما ابغى اشوفه. جاء اخوي عبد العزيز قال اسمعي لا تغسليني بس شوفيه قبل ندفنه، ممكن تندمين بعدين انك ما شفتيه. بعمري ما خشيت مغسله ولا ادري ايش يعني موت، ولا عمري شفته سلمت على ميت. هالمرة يدخلون ولدي علي ميت. عجزت استوعب الشعور. واخوي عبد العزيز اصر اني اروح لو بس سلمي عليه قبل ما ندفن. لبست عبايتي مع اخواتي اللي يلا ينشم من الدموع. ركبت مع خالي ومعاي خالتي وبنتها الكبيره لين ما وصلنا المغسله. عبد العزيز سبقنا هناك واول ما وصلنا مسك يدي بينزلني وعيت يحاول ينزلني من السياره وانا اشاهد. تكفى ما ابغى اشوفه ويقول لي والله بترتاحين اذا شفتيه. لا ياذن الظهر وانت ما شفتيه. في جنازه تم معاه. نزلت من السيارة وعلى كلام اخواتي ان عبد العزيز اللي كان شايلني ما قدرت امشي. دخلتني خالتي واخواتي وجلست بالكرسي وما ادري ايش المكان اللي خشيت فيه. طول الوقت ارجف واسمع صوت مويه وليات وامسك راسي واقول يا رب انا ايش بشوف. بعد شوي كان الموقف مرعب، كنت خايفه ايش بشوف. شوي اللي أسمع واحدة تقول وين أمه، بس أمه تدخل. وخالتي طبعا أول ما جت فسخت عبايتها وغسلت ولدي مع الحرمة الموجودة وينادوني وعجزت أقوم. وخالتي أم خالد توها داخلة وتمسك يدي تقول قومي يا جواهر قومي شوفيه. ومسك يدينا أقول خالتك ما ودي ما أبغى، وأجلس أبكي وأشاهد وأترجاهم أني ما أدخل، ما أبغى أشوفه ميت ما أتحمل. فتحت خالتي أخت أمي الستارة ومسكت يدي وقالت قومي يا بنتي بس قومي وشوفي وجهه والله مترتاحين. وقوم وأمشي. أول ما شفت السرير عليه فيصل وأجلس في الأرض وأرجف وأبدأ أقول كلام مو مفهوم، أدعي له ولا أسمي عليه. تمسكني خالتي بالقوة تقربني منه. أول ما شفته شهقت، عجزت إني أقرب له ولا ألمسه. كان وجهه أبيض ومنتري، ما كأنه هو اللي كان تعبان ونحف، لا كانت خدوده اللي زي زمان البارزة وكأنه نايم. وكان ملاك مثل ما قالت خالتي، وكان عند خشمه كذا زي الكدمة الخضراء أتوقع من اللي اللي كان بخشمه. قالت خالتي سلمي عليه، قربني شم ريحته. خفت وقتها كثير، وأول ما قربت وجهي له سلمت على راسه وكان بارد بارد بارد. قطع قلبي وأنا أحس ببرودة جسمه. بكيت وضمنته وكان ثقيل ما قدرت أرفعه من ثقله. جلست أبوس كل مكان بوجهه وأستودع الله. ودخلوا وراي أخواتي وأم خالد وما قدرت أتركهم لها يسلمون عليه، وخروني عنه بالقوة. جلسوني بالكرسي ودخلوا أخواني ودفت لهم خالتي السرير إلين الباب ويسلمون عليه وقالوا أنه متغطى. ودخل خالد وأبوه وأخوانه، وأول ما شفت وجه خالد ما قدرت أمسك نفسي وأغطي وجهي بيدي وأبكي وأصيح
رحمته ورحمت ولدي ورحمت نفسي وكل شيء له علاقة فيني. كان خالد يمشي وأخوه الكبير اللي ماسكه وما كان يبكي، كان يستغفر. وأول ما قرب الفيصل وأول ما ضمه سمعت صوت بكى، بكى رجال، بكى قهر، بكى حزن أول مرة أسمعه. كان حاط راسه عند رقبة فيصل ويرفع راسه ويطلع من جيبه دهن عود ويدهن فيها كفن فيصل ويحط على خده، وكان يشاهد. أخوي عبد العزيز مسك خالد وبعده، وخالي جاء وسلم عليه. وخالتي أم خالد كانت تشوف خالد ومنهار، تركتني خالتي وراحت لها تهديها، وأنا ما تحملت الموقف أبد. نديت أخوي قلت الآن أبغى أروح مدينتنا، خلاص تعبت ما عاد أقدر، يقولي أصلي بس نصلي. بدوا الرجال يجون يفقدون فيصل، وأخوي عبد العزيز ومحمد وأخوان خالد بيشيلوني، وأنا أصرخ وأقول لهم بس آخر مرة أبغى أسلم عليه، وأقرب له ويقولون بسرعة، وأطيح على فيصل وأبوسه بكل قوتي وأحضنه وأشمه، ودموعي مغرقة كل وجهه. ما قدرت أتركه، كيف أترك ولدي وهم يدفنونه تحت التراب؟ وقلت تكفى عبد العزيز مو الحين، ويبعدني أخوي محمد ويشيلونه مني غصبا عني، ويقولون تأخرنا بيصلون خلاص. والحريم يمسكوني وأحط وجهي بحضن خالتي وأبكي، ولين ما خلاص ما عاد قدرت أشوف شيء، وحسيت إني بديت أفقد الوعي. والرجال راحوا وبنت خالة أمي رجعتني لبيتها، ورجعت خالتي معي والبنات. وهذا كان آخر يوم أشوف فيه ولدي فيصل، وينتهي كل شيء له علاقة فيه. أول ما جو أخواني من الصلاة ويعزوني فيه وخوالي موجودين، قلت لعبد العزيز الآن أبغى أرجع مدينتي. قال ابشري، وفعلا مشينا، كلنا مشينا. والطريق كان أبشع طريق أخذته في حياتي، تركت ولدي تحت التراب ورجعت بدونه. كنت طول الطريق أوين وأبكي. أول ما وصلت بيتنا كانت أمي في الصالة، وأول ما شافتني غطت وجهها بملابسها ونفت وجهها وتبكي. ما فكرت أن أمي ممكن ما تتحمل، ما فكرت بأي شيء، كنت كل اللي محتاجت له بهذا الوقت أمي. وقت لها وأنا أبكي وأطيح حضنها وقلها أمي راح ولدي راح، وتطمني. قل معليش يا بنتي، رب اللي أعطاك رب اللي ياخذ. نمت هذيك الليلة جنب أمي وأخواني وأخواتي، كانوا جنبي ما خلوني دقيقة واحدة. من اليوم الثاني يجوني حريم أخوالي وخالاتي وعماتي. يوم صار العصر يناديني أخوي يقولي تعالي المجلس الرجال، في أحد بيعزيك. وأروح من أشوف أبويا اللي ما له علاقة فيه ولا تهم حياتي ولا عمره دق يسأل عني، بس كانت علاقتي أنا فيه كويسة عكس أخواني وأحبه كثير، لكن ربي ما أعطاه حب إنه يكون معايا دايم. حضنته وعزاني وجلس يسولف تقريبا 10 دقائق وطلع. تمنيت إني أطول أكثر لكن ما قدرت أقول له أجلس، ما أبغاك تروح. كم يوم من بكاء ودوخة وغثيان تعب وهم، أخذنا أخويا ورحنا لمكة وجلسنا بس يومين، وكانت كأنها شيء طبطب علي. ارتحت كثير، دعيت كثير وبكيت لربي، ووعدت نفسي أول ما نرجع من مكة بتغير عشان أمي وأخواني اللي جالسين يتعذبون كل ما شافوا وجهي. ورجعنا ودخلت غرفتي وأشوف سرير فيصل ملابسه وألعابه بالأرض. دخلت معايا أختي هي والعاملة، قالوا يلا نشيلهم خلاص. وقتها عجزت إني أشيل شيء ما أقدر، قلت لهم شيلوا كل شيء أنتم وإذا خلصت وجيت. طلعت من الغرفة ورحت عند أمي وأنا جالسة أفكر إيش أسوي عشان أرجع طبيعية. قررت إني أروح للدكتور نفسي وأحاول أطلع من الحالة اللي أنا فيها، لأني كل مرة أنام أحس من ضيقة الصدر اللي أنا فيها ما عاد بقول. بعدها رحت لأخوي وعلمت وقلت له إيش رأيك؟ قال لي دو ودك من بكرة أسألك أشوف لك دكتور كويس، لكن صدقيني ما حد بيساعدك كثر نفسك أنت، إذا رحت بيعطيك علاجات وجلسات وأنت اللي فيك كلنا نعرفه. أقرأ القرآن كل يوم، إذا ما خفيتي أنا أوديك. وسويت مثل ما قال وعالجت نفسي بالقرآن، وما أخفيكم إني استخدمت حبوب منومة وحبوب اكتئاب كانت لازم تصرف لي، واعتمدت بأكثر شيء على قراءة القرآن. ما كملت شهر إلا أنا أحسن بكثير، لكن ما كنت أتحمل إني أسمع كلام قوي أو كلام محزن أو أي شيء يضيق خاطري. كانوا أهلي يخبون أي شيء ممكن يسبب لي قهر. مر شهر وكأنه سنة، وأنا قبل أحط راسي وأنام أفكر بخالد، هو طيب، زوجته ولدت، طيبين ولا إيش يسوي هو؟ سلك لها وحبها ولا للآن تركين بعض؟ كنت أحس بحزن إن الشيء اللي كان يربطني فيه راح، وإن آخر يوم يوم شاف فيصل ما كان طيب أبد، وما كنت أقدر أسأل أمي أو أخوي عبد العزيز عن خالد، لأنه بيكون موقفي جدا سيء. وأخوي عبد العزيز قايل لي خالد وأهله واللي صار معاهم صفحة وأنطوت، خلاص انسيها. إذا تبغين تعيشين انسي كل شيء متعلق بالماضي. حاولت أنسى بس ما قدرت، مهما كنت أحاول أبين إني قوية قدام أهلي وأنزل لهم وأنا أبتسم، كل ما رجعت لغرفتي ما أنام إلا ودموعي على خدي. بعد كم يوم جتني رسالة على جوالي من خالد كاتب شلونك الحين عساك بخير، فز قلبي وعورني. فرحت على حزن، ما قدرت أحدد موقفي وما قدرت أرد عليه أبداً، من أخوي، خفت من زوجته هو، وما رديت. وريت أختي وقالت لا تردين عليه، ترى بيمسك خط ويجلس يرسلك ورا بعض، ولو درى عبد العزيز أخوي ترى بيزعل عليك.
أرسل مرة ثانية وقال ما ودك تردين علي وتطمنيني. فحت ساعة وبرضو ما رديت. قررت أني أقفل جوالي عشان ما أرد أبد. فكرت أني أقول لأمي إن خالد أرسل لي، لكن أمي عرفها أي شيء بتقول لعبد العزيز أخوي، وأدري إنه بيدق عليه بتهاوشني، وما كنت أبغاها توصل لكذا. سكت. بعد كم يوم نزلت الصالة وكان أمي وعبد العزيز يتناقشان بصوت عالي، وأول مرة أشوف أخوي عبد العزيز صوته عالي. أول ما شافوني سكت وأنا من هبلة. قول ايش فيكم؟ قالت امي ما في شيء بنت الحلال، بس خالتك ام خالد تقول بتجي بكره تسلم علينا وما شافتني من زمان، واخوك يقول لا تجيش بيننا وبينها، يبغاني ارد الحرمه. قال اخوي انا ما قلت رديها، قلت صرفيها. انتم ايش فيكم يا اخي ما تفهمون؟ كان اخوي عبد العزيز منفعل مره ويقول لا امه ما تدخل ولا تطب بيتنا، خلاص اللي بيننا وبينهم راح. يوم قال كذا عيوني دمعت. قلت هذه جدة فيصل. قال ايش اللي جدته وهي جحدتها سنه كامله وما اعترفت فيه إلا في المستشفى. المهم إنها من بكرة المغرب جت، وأنا لبست فستان ناعم، كنت بحط مكياج لكن للأسف نسيت كيف الوحدة تحط مكياج، اكتفيت بروج بلاشر وطلعت. أخوي عبد العزيز ما راضي يطلع من البيت وهي فيه، يبغى يشوف إيش تبغى. دخلت ورحبت فيها، كانت أمي حاطة أنواع الحلا والمالح، خواتي جالسين يقهونها وهي بحضنها طفل. أول ما شفته استغربت، سلمت عليها ووجهها الصغير، مو خالتي القوية أبد، كأنها جالسة تتودد لنا. وبعد السلام والمجاملات والدعاوي قالت أنا يوم عبد العزيز ما أدري شو أقول لكم، لا اعتذار بكفي ولا تبريرات بتوفي، ولكن أنا جاي أبغى جواهر تسمعني كويس. تكمل بي عيونها مغرقة دموع وتقول أنت يا جواهر أم، وجربتي إيش شعور الأم هي تشوف ولدها يتعذب ويتعب، والله اللي حصل لك حصل لي، ولدي خالد بنتي ما هو ولدي، مو ولدي اللي أعرفه، ما يعتبرني موجودة، ما يجلس في البيت، زوجته ولدت ولا فكر يسلم عليها، ولا عنده لهفة الولدة اللي بحضني هذا. شهدت يوم عرفت ان اللي بحضنها هذا اخو فيصل ولدي. قمت وانا ماسك البكية واخذه منها وأضمه وأشم ريحته، ما همتني أمه، كان كل تفكيري إن هذا من ريحة فيصل، هذا أخو ولدي. وأجلس بالكنب جنبها وهي تبكي وتقولي والله ونعم التربية ونعم الأخلاق. تقولي تكفين يا جواهر، وتطلع جوالها وتوريني صورة الخالد نايم بغرفته وهو يضم شالي، وتقول شوفي ولدي كيف ينام، شوفي كيف يا جواهر، والله إن أبوه يحط اللوم علي ويقول أنت اللي سويتي بالولد كذا، وإن زوجته ما أمدها تطلع من النفاس اللي طالبة طلاق، وغلقها بدون تفكير. وأنا كنت أظن ولدي إن إذا حملت وجابت له الولد بيلها وبيعيش حياته، لكن ولدي تعبان. حتى زوجته ينطلقها رمت علينا ولدها وقالت أنتم أهلا أنتم تربونا، والبلاوي جتها من كل جهة. أنا سكت. قالت أمي معلش يوم فهد، بس أنت تبغين بنتي تجيلكم مربية؟ قالت لا مو هذا المقصد، أنا أبغاها ترجع لولدي. وتبكي وتقول لا هذا الولد أنا أربيه، هذا عندي أنا اللي بربيه، والله إني أنا اللي بربيه. قالت أمي ها أنت شرايك يا جواهر؟ قالت لي خالتي أم خالد اسمع يا جواهر، لك مهر جديد ولك عرس، والله لا سوي لك حفلة الكل يتكلم فيها، وإذا تبغين بيت أنت اللي تختارين الأثاث واللي تبغين يصير. وخالك أبو خالد قال إذا رجعت جواهر تشرط اللي تبغى، لو تبغى بيت في مدينة أهلها. نزلت راسي وأطالع في الولد، قلت شو اسمه؟ قالت سماه خالد ريان. قلت لو فكرت أرجع ولو 1% برجع عشان ريان مو عشان أي حد ثاني، ولو رجعت أنا اللي بربيه، ما راح أخليه عندك أنت وعمي وأبوه موجود، لكن الآن ما أقدر أرد عليك بشيء. قالت ليش وليش تطولينها يا بنتي، والقرار بيدك، يشهد ربي علي أنك أحسن مني وأعدل مني، وأنت سديتي فمنا وما لقينا عليك شيء إلا كسرتي روسنا بطيبك وبطيب أهلك، وحنا شارينك باللي تطلبينه، لو كنت أدري أن سعادة ولدي معك ما كان صار ليسا، ولكن الشيطان والتفكير بالناس لعب فينا لعب، وللي زيك ينشرب الذهب ومو دائما حصله. ولا تحسبيني جاهلة وما أعرف بالحريم، تراني مزوجة ثلاثة وعندي 3 حريم عيال وانت الرابعة، والله ما خفت كثر خوف أني ظلمتك أو أني غلط عليك أو على أمك، لكن أخذتني العزة والغرور، والله أنك تشرفينا وأنك أحسن منا، وإذا مو عشاني ولا عشان عمك ولا عشان ريان على الأقل عشان خالد اللي كل ما شفت وجهه وكأني عدوة نظراتي كلها عتاب. تكفين خففي عني هذا الشعور وخليني أفرحه أني أنا اللي برجعك له، ترى والله ما يدري أني عندك اليوم، ولا هو اللي طلب مني أني أجي وأقنعك، اللي جابني عمك قال لي روحي وحاولي فيها علشان الولد، والله يا ام عبد العزيز لو تشوفين ولدي ينفطر قلبك. طبعا كلنا بالوقت هذا دموع وصياح، وامي يا عمري كانت تبكي اكثر منها. ضميت ريان وغمضت عيوني وانا اتحسس احس ان ولدي
فيصل، كأن مشاعر الأمومة انتفضت. قمت من عندها وصرت أمشي بالولد لما صار يبكي وتكمل وتقول يا جواهر لا ترديني، والله لو أدري إنك سعادة ولدي صدق كان حطيتك فوق راسي من أول. قامت أمي قالت اسمعي يوم فهد، الآن ما نقدر نرد عليك بشيء. والبنت حالتها للآن ما تشافت، قالت خالتي أبد لا تردون علينا لا الحين ولا بكرة ولا حتى بعد لك سنة كاملة، متى ما حسيت إنك مرتاحة وجاهزة دقوا علموني. وأخذت حديدها وطلعت. وقت جيتها كان غلط بالنسبة لي، كنت أوي أريح بالي من التفكير والتعب. طلعنا للصالة وأخوي عبد العزيز عيونه نار وشرار، ما في كلمة مو كويسة ما قالها. يبغونك مربية، يبغونك بعد ما عافتهم بنت عمتهم، وتوك تحلم في عيونهم بعد ما هذيك مسحت فيهم الأرض ورمت ولدهم عليهم، وليه مو هم اللي مختارينها وتناسبهم توك تحلين بعيونهم هي زوجها، ولا لأنهم عارفين إن إحنا طيبين ونخاف الله؟ جت تبكي تنزل كم دمعة وجايب الولد معاها عشان تكسر خواطركم. اللي جاك منهم ما يشفي دهر، وخلي الجهل والسقم والعقم اللي عايشين فيه يطيبون فيه ولدهم ويسعدون فيه. ما كفر الله البنات، خلي يزوجون أربعة إلين تطلع اللي ترضيهم، أما إحنا ما عندنا بنات لعائلتهم هذه. هذا اختيارهم وهذا تفكيرهم ورا العادات والتقاليد، ما مشت إلا هالمرة ولا على حسب المزاج يمشونها. لا تفكرين ولا مجرد تفكير إنك ترجعين، اللي جات منهم يكفي، ويكفي إن ما طلعنا من عندهم بالشينة، ويحمدوا ربهم إن إلى الآن ما سمعناهم كلمة كويسة. قالت أمي المرة مسكينة زعلانة على ولدها، لا تلومها ما نقدر نقول شيء، الظنى ما ودك الواحد يعور به. قالوا هم وجعوها في ظناها، ما جحدوه مو ما اعترفوا فيه، ليش احنا اللي لازم نكون الطيبين؟ ترى يا امي من اول السالفه الى الحين ساكتين عشان. وقال لي اخوي عبد العزيز اذا بترجعين بكيفك، بس ترى انا ماني راضي، توك صغيره ازوجك سيد سيده، هو واهله ما يستاهلونك، ولو يجيك شيء منهم تراكم بتشوفون شيء ما يرضيكم. وانا واقفه اسمعه، هو منفعل وادري مو قاصد، يقول كلامي يزعلني ولا بس يشتتني، بس من قهره ضيقت صدره. قربت وسلمت على راسه وقلت ما راح اسوي شيء لو انت راضي، ولا راح افكر بالموضوع ابد لان ماني مستعده، وانتوا بعد تفكرون انا ابغى ارتاح. قال لي شيل الموضوع هذا من راسك وخليك بنفسك وبعلاجك وبس. فتح اخوي مشروع وخلاني امسكه، يبغى يشغل وقتي ويشغل تفكيري، والان ما بين اهلي ونفسي وشغل اخوي ما عندي صديقات، اغلبهم انقطعت اخبارهم بعد انشغالي بهذيك الايام. وتمر ايامي تفكير بخالد وريان وكلام خالتي ما بين راضيه ورافضه. انتهت القصه، وبس هنا يكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم.